تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، هذه الجوج نتوما في الاستماع لأصوات، هذه حصة خاصة طبيعة الحال كيف ما قلنا الأسبوع الماضي، حصة خاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من جوج ربعة اليوم وغدا الأخير إن شاء الله. نتابعوا معكم حصيلة ديال المشاركة المغربية وكذلك الألعاب الأولمبية اللي نذكروا أنه اليوم في سبورة الترتيب العام المؤقت، فالصين عادت للصدارة بفارق ميدالية ذهبية على الولايات المتحدة الأمريكية التي حصدت العدد الأكبر من الميداليات، أكثر من 100 ميدالية للولايات المتحدة الأمريكية. أكيد أن المنتخب المغربي توج بالميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية، أكيد أنه هذا ربما هو الجديد اللي يمكن أننا نتكلم عليه في دورة الألعاب الأولمبية. كنا كنتسناو رياضات أخرى أنهم يكونوا حاضرين في هذه الدورة دي، ولكن للأسف تابعنا إخفاقات متواصلة. البعض كيقول أنه شيء عادي على اعتبار أنه هذا هو الواقع العادي ديال الرياضة الوطنية، والبعض كيقول أنه غير معقول على أساس الأموال التي صرفت من أجل إعداد أبطال للمشاركة في هذه البطولة. غادي نناقشوا هذا الإخفاق ديال الرياضة الوطنية في الألعاب الأولمبية إذا اعتبر البعض إخفاق، لأنه البعض كيقول لك دير المشاركة راه هي إنجاز بحد ذاته. فغادي نناقشوا هذا الموضوع مع الزميل هشام رمرم اللي غادي يرافقني في هذه الحصة. سي هشام مرحبا بك على أصوات. شكرا زميلي يوسف، ومرحبا بالمستمعين ومستمعات ديال أصوات. كذلك الإطار الوطني سي مصطفى الصدقي، مرحبا بك سي مصطفى على أصوات. مساء الخير، تحية ليك، تحية لسيف الدين، مستمعات مستمعين ومشاهدات ومشاهدين ديال الأصوات. وملي لقيتيني مع السي هشام رمرم شحال هادي ما شفتو، الله يحفظك. مرحبا بنا، مرحبا بنا عندكم. فرصة شكرا لك سي مصطفى، واكيد بعد لحظات غادي يلتحق بنا الاطار الوطني سي عزيز داوده باش يدخل معنا كذلك في نقاش حول هذه النتائج للرياضة الوطنية. غنبداو بالفاصل ثم نواصل مستمعي الكرام مع سيف الدين البلغيتي مخرج ديال هذه الحصة، نبداو معاه حصة اليوم. بكم مستمعي الكرام في هذا العدد الخاص مباشرة على أصوات وعلى صفحة برنامج أصوات الرياضة على الفيسبوك، بحضور الإطار الوطني سي مصطفى الصدقي وكذلك زميل الإعلامي سي هشام رمرم. نبدأ معكم الحديث حول حصيلة المشاركة المغربية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. غادي يلتحق بنا بعد لحظات الإطار الوطني عزيز داودة عبر الهاتف باش يكون معنا كذلك عبر المداخلة ديالو الرأي ديالو، نشوفوا كذلك حول هذه المشاركة المغربية في دورة الألعاب الأولمبية. سي هشام رمرم، حصيلة لحد الساعة هي ميدالية ذهبية وواحدة برونزية، هي الأولى في تاريخ كرة القدم المغربية. أكيد إنجاز آخر اللي هو أول بطل مغربي يحافظ على الميدالية ديالو اللي كان حرزها الدورة الماضية، ميداليتين في دورتين مختلفتين. هو الثاني سفيان البقالي اللي عنده جوج ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية اللي هو مع سي هشام القروج، لكن دورتين مختلفتين هو أول، هو أول واحد، ولكن بجوجهم عندهم ميداليتين ذهبيتين في نفس الدورة في 2004 طبيعة الحال. فكيفاش كتشوف هذه الحصيلة هذه اللي البعض كيف ما قلت أنا في بداية التقديم كيقول أنه حصيلة متوقعة وعادية بالنظر للواقع وتاريخ الرياضة الوطنية في السنوات الأخيرة منذ دورة لندن
الى الان، لانه بكين راه درنا جوج ميداليات فضيه واقيلا كنظن ديال الماراثون وديال الحسن بن حسي ديال سباق 800 متر. من تما وحنا غاديين في تراجع الى الان ميداليه ذهبيه ثم نحاسيه في انتظار غدا باقي لنا الماراثون ديال السيدات على الله وعسى نجيبوا شي ميداليه الله اعلم. ولكن جوج ميداليات شنو كيفاش كتشوفها السي هشام بمشاركه 60 رياضي؟ غير ملي كنقولوا واش حصيله كارثيه ولا مزيانه خصنا يكون عندنا واحد مرجع شنو هو المقارنه، مقارنه مع ماذا، واش مزيانه ولا مزيانه. الا خدينا كما قلتي تقريبا من بكين ما كانتش نتائج كبيره على مستوى الالعاب الاولمبيه، لانه الذهب ولينا مخاصمينه، يمكن انه كانت في دوره في دورات سابقه كنا كنجيبوا الذهب لانه عندنا سبعه الميداليات الذهبيه ودابا الثامنه زادها البقالي. غير ملي كنقولوا مقارنه مع ماذا، انا يمكن انه خصني نمشي لكل رياضه، لانه في المغرب ما كايناش سياسه رياضيه اللي هي يمكن كتقول بانه خص تكون سياسه قطاعيه اللي يمكن انها تنمي مجموعه من الرياضات. كل جامعه عندها رياضه ديالها اللي كتشرف عليها، ولكن السياسه الرياضيه يمكن انه هي اللي كتجي باش تنسق ما بين هذه الاشياء كلها، ويمكن انه تعطينا هذيك التفرعات اللي ممكن تكون ديال كل جامعه كتجتهد فيها. حصيله بطبيعه الحال هي ما يمكنش تكون راضي عليها وما يمكنش تكون منتظره بالنسبه لينا كيف ما بغيناها، ولكن راه شي حاجه اللي كنظن تحصيل حاصل. يعني ملي كتمشي من هنا، ملي كتعرف البقالي انه مرشح، راه مرشح بالارقام، لان في العاب القوه تاريخيا هي الرياضه اللي كانت كتجيب هي والملاكمه. وملي كنقولوا عداء مرشح، راه الناس ديال العاب القوه راه السيده، ودا من بعد راه يمكن هو الرجل الاختصاصي، يمكن لانه في العاب القوه ماشي بحال الفوت، ماشي بحال رياضات اخرى، ولا حتى التيكواندو ولا يقدر يدخل بطل العالم ويخسر في واحد الضربه اللي يمكن انها تكون مباشره. ولكن العاب القوه كاين الكرونو هو اللي كيحكم لك شكون اللي هو مرشح شكون اللي ما مرشحش. اذا كان هذاك الكرونو وهذاك في نهار وهذاك العداء راه ما غايت حاجه ما غتمنع. انا بالنسبه لي حصيله ما غرضوش عليها، ويمكن ان غنبغيو بزاف، ولكن واش حنا بالفعل دوله ديال الرياضه؟ ملي كنقول الرياضه، ملي كنقول اومني سبور، يعني واش حنا دوله ديال الرياضه بالفعل؟ ملي كتشوف الخمسه الاولين طلع فضلك، اشنو هو القاسم المشترك بهم في تصبرت ميداليات؟ هما القوى الاقتصاديه الكبرى. وملي كنقولوا قوى اقتصاديه كبرى يعني كاين استثمار، كاين نموذج، كاين مجموعه من الاشياء اللي خصها، وكتلقاهم هما الاولين في التعليم، في الصحه، في الاقتصاد. اذا المساله مترابطه. المغرب كان كيشكل استثناء بالعاب القوه، كان ممكن انه كيعطيك واحد الميداليات اللي كتخليك في واحد الموقع في الطابلو اللي يمكن انك شويه كتنافس مجموعه من الدول. الان حنا فين حنا منصنفين ثالثين؟ هو في المنح. المنح حنا الثالثين في الدول المشاركه، يعني من ارفع المنح هي اللي كتعطي اللجنه الاولمبيه الوطنيه. انا بالنسبه لي الرياضه ماشي بين عشيه وضحاها يمكن انك تقول غنطورها. ملي كتشوف هاد الدول هادو غتشوف الثقافه ديالهم ديال الممارسه، راه هي ممتده في التاريخ، والممارسه كتجيب هذاك الاستمراريه وكتجيب النموذج كذلك، لان ملي كيولي عندي نموذج رياضي كيتبعوني ابطال اخرين اللي يمكن انه كيبغيو يمشيو فيه. ملي كيكون عندي نموذج كذلك كيكون عندي نموذج في طريقه التدريب، كتكون عندي واحد ريفيرونس ديال انه كيفاش كندربوا كيفاش نجحنا. فهاد الاشياء كلها الان غايبه. وملي كتمشي تشوف جامعات الرياضات المختلفه راه كتشوف يا اما لجنه مؤقته، يا اما الرئيس مضاربين معاه، يا اما شي واحد رافعين عليه دعوه. يعني الامور الطاقه اللي خصها تكون يمكن موجهه للممارسه الرياضيه ولهذيك الرقعه اللي كتجرى عليها هذيك الرياضه، هي في المكاتب وفي الكواليس وفي الاعلام، ويمكن انه غنفصلوا في هذا الشيء اكثر. نعم سي مصطفى صدقي، الراي ديالك كيف ما قال سي هشام ربما لخص كل شيء، هذا الواقع ديال الرياضه الوطنيه. لكن من خلال كلام سي هشام البعض غادي يستنتج انه غادي يقول لك مني هذا هو الواقع ديال الرياضه الوطنيه ديالنا، دونك هذه نتائج عاديه، ما كناش نتسناو الشيء الكثير. عندنا واحد اللي هو سفيان البقالي ماكدين انه غادي يطلع البوديوم، ميداليه ذهبيه نحاسيه فضيه تل ذاك النهار ونشوفوا، لكن الارقام كيف ما قال سي هشام
ديال الالعاب القوى هي اللي كتحكم على شكون هما المرشحين ديال باستثناء الا كان ما كانش داك العداء في نهار كيف ما النرويجي في 1500 متر هو اللي قريب انه يحقق واحد الطم الرقم القياسي ديال هشام القروج لكن ما فاج حتى بشي ميداليه في هذه دوره الالعاب الاولمبيه. وبالتالي واش نقولوا انها بحكم هذا الواقع اللي تحدث عليه سي هشام هو نتائج عاديه او لا بحكم انه ذوك الفلوس ديال 8 مليار اللي تخسرات باش نوجدوا هاد الرياضيين راه نتائج متواضعه جدا بل كارثيه. اللي مهم خصنا نعرفوه هو شنو هو هاد ما كنقولوا هذا واقع ديالنا واقع على مر التاريخ على النتائج إيه؟ من مشاركه ديال الدورات على دابا على دابا بان باش نحسبوه واقع علاش شنو هو الواقع ديالنا؟ الواقع ديالنا هو راه هو اللي نبه ليه السي هشام رمرم هذا مدار مع هذا وهذا مدار مع هذا هذا هو الواقع ديالنا لان صناعه الابطال صناعه الابطال ماشي شي حاجه اللي هي سهله راه ماشي هي يكون عندك ملعب ويكون الناس هازين كيقول لك ها المدربين كاينين ها العدائين مثلا سميتو وراك خدام حيت علاش كما قال السي هشام ثاني نقطه اخرى هو المقارنه بماذا؟ امتى بدينا كنربحوا جوج ميداليات في الالعاب الاولمبيه؟ هذه 40 سنه بالضبط في 84 في لوس انجلوس فاش ظهر عويطه وظهر النواه المتوكي. نعم اذا ملي كتكون شي رياضه دابا مثلا وبانوا فيها لان عويطه كان ظاهره ياك عويطه ماشي غير بطل ظاهره لان البدايه ديال واخا كانت بدايه قبل ولكن بدايه ديال شي واحد اللي يجي ويضرب الثقافة ديال الدولة لأن يعني الثقافة ديال الدومي فونك ديالهم كانت ديال البريطانيين نعم. كانت معروفة كانوا هما اللي كيشادين الدومي فونك باش تجي وتضرب عليهم بصفر وتولي حتى ولاو بعد عدائين بريطانيين ما كيبغوش يشاركوا اللي كيكون عويطة ومن موضوع ماشي ديال عويطة دابا ملي واحد الحاجة ظهرات وديتي مع نوال المتوكل ومع سعيد عويطة جوج ميداليات ذهبية المغرب في ذاك الوقت دار بوم وشنو هي الثقافة اللي ولات كتشوف الناس كيجريو ولاو الناس ما شفتي بحال دابا الناس كلش تيبغي يلعب كره علاش بحال هكا ولا قدوه اذا ملي الشعب الابناء ديالو كتولي قدوه ديالهم واحد جوج ابطال اللي هما اولمبيين المسؤولين اش خصهم يديروا؟ خصهم ينتابعوا خاص حتى اكاديمية فهاد كيفاش هذا ولا عندنا بطل وكيفاش هذه ولات عندنا بطله وكيفاش جايين وحدين صغار اللي من بعد جاو وداك الشيء ولكن دازت 40 عام ما كاين حتى شي حاجه بالعكس رجعنا للور ماشي رجعنا للور راه ولينا كنحشموا مع خطرات مازال كانوا عندنا ابطال اللي كانوا كيخافوا منهم نعم. ما بقى عندنا حتى شي واحد كيخافوا منه دابا يلا الا واحد اللي هو صوفيا البقالي نعم اذا انا هاد 40 سنه ما غاديش نشوف الابطال وجدينا سميتهم غنشوف اش دار من 84 الى 2024 جبدوا لينا سميتو هاد واش خلقتوا شي اكاديميه ديال العاب القوى مثلا للدراسات واش كاين دراسات اللي هي خاصه ولا غير الهضره حيت انا كنقول لك الرياضه انا كنت كنقولها في كره القدم كنقول لك الرياضه في المغرب كيما قال السي هشام طرح التساؤل واش حنا بصح دوله ديال الرياضه بلاد ديال الرياضه مبنيه غير على الهضره غير الهضره والمناقشات وقال لي نقول لك ونركبوا على بعض الانجازات لا هو صح هذاك الشيء ديال حنا اشوف كون مشينا كنا درنا السورف غادي نكونوا حنا الاولين في العالم بطله العالم فسميتها لان كلشي كيركب على الامواج المسؤولين ديالنا والناس اللي كتعطاهم مسؤوليه في هذه البلاد في الرياضه كلهم كيركبوا على الامواج وكيتسناو غير شي حاجه بحال هكا وكيبداو يخرجوا منا كيخرجوا دوك الطباله ياك وكيبداو يكبروا في الحاجه وكيبداو بحال دابا مثلا هي لا كره القدم غادي نجيو من بعد غادي نهضروا كاين بزاف الناس دابا خرجوا كيطبلوا بواحد الطريقه وكيشدوا مثلا غير جمله ولا غير شي حاجه وكيديروا منها موضوع وكيعطيوها للناس وكيبدلوا بها الراي العام وكيبدلوا بها الاتجاه اذا هذا هو التساؤل اللي خصو يتطرح وهذه هي المساله اللي خصها الا بغينا الواقع ديالنا نعرفوه في الرياضه شنو هو المشكل نبداو بالعاب القوى ولكن نقول لك 40 عام هذه ما دار حتى شي حاجه واش كاين شي واش هادشي دخل مثلا كاينين الناس اللي دخلوا الرياضه راه دخلوها
من غير داكشي ديال اللي كيتقرا في الرياضه مثلا في الجامعات، دخلوا رياضات اللي هي مثلا جماعيه اللي ولات مثلا بزاف ديال الدروس باش يجيو كتعطى في الجامعه. حتى كره القدم مثلا في اسبانيا كاين بزاف الجامعات اللي كيعطيو دروس ودي فورماسيون فسميتو داخلين في كره القدم. انا السؤال ديالي للسي هشام، من خلال هذا الواقع هذا شفنا انه من بعد النكسه ديال الالعاب الاولمبيه ديال ريو كانت فيها ميداليه برونزيه وحده ديال محمد ربيعي في الملاكمه، اللجنه الاولمبيه الوطنيه قالت لك اودي حنا غندير واحد المشروع ديال تكوين ابطال ل 2024 و2028، بان لك انه لمستي شي حاجه انه فعلا بدينا كنكونوا ابطال المنافسات ديال الالعاب الاولمبيه على مدى 4 سنوات او 8 سنوات، باش بان لك شي بطل انه بدا كي غادي يمشي. لانه البقالي راك سمعتي حتى التصريحات ديالو، البقالي مجهود فردي ديالو هو ديال المدرب ديالو سي كريم تلمساني، يعني السيد خدموا بجوج مع بعضياتهم. تلمساني بان ليه في ذاك البقالي من 2012 بان ليه انه ذاك الولد راه فيه الضوء يقدر يعطي شي حاجه، وبانت في 2016 بعد ما وصل كاتريام في 3 ميل وبدا العمل ديالو. من غير هادشي المجهودات الفرديه راه ما كاين والو. واش المستر سي هشام من خلال هذا البرنامج اللي توضع ديال اللجنه الاولمبيه انه فعلا كاين برنامج لتكوين ابطال الالعاب الاولمبيه؟ لا، هو غير البرنامج لانه اللجنه الاولمبيه ما عندهاش يد مباشره على الابطال، لانه اللجنه الاولمبيه هو دورها تنسيقي وكتكون واحد المصاحبه والمرافقه ديال الجامعات. المشكل هو كاين على مستوى الجامعات، لان الجامعات هذيك الاعداد كيتعطاهم اعتمادات جديده، كاين اشياء اللي كترافق بها اللجنه الاولمبيه، ولكن التكوين والتدريب ديال الابطال فهي بيد الجامعات، لان هي اللي كتكون مشرفه اولى وهي اللي عندها رجال الاختصاص وجميع المعطيات. انا بالنسبه لي غنطرح انا سؤال ويمكن نقدر نجاوب عليه في نفس الوقت. وقتاش غنقولوا بانه الرياضه راها بصحه جيده؟ واش فقط لان خصنا نديو ميداليه على اولمبيه، ولا ممكن ما نديوش على اولمبيه تكون الرياضه؟ لان ممكن كاين هذه الامكانيه. دابا المشكل في المغرب الرياضه مريضه، ماشي لان ما كديش الميداليات، مريضه حتى على مستوى الوطني، غير في الممارسه الوطنيه ولا افريقيا ولا عربيا هي مريضه. هاد الرياضة هذه ممكن تكون خاضعة لواحد القواعد فيها الشفافية، فيها التخليق ديال التسيير، فيها مجموعة من الأشياء، وما نديو حتى ميدالية. فهاد الساعة هذه غنقولوا راه حنا في الطريق الصحيح، لأن كاين دول اللي ما عندهاش هاد المشاكل اللي كاينة عند الرياضة في المغرب، والرياضة عندها منظمة كتمارس على واحد المستوى، يمكن دي ألقاب على المستوى الأوروبي ولا الأمريكي ولا يمكن أنه القاري بشكل عام ولا الجهوي، ويمكن أنه كيخطوا من بعد أنه يمشيوا للألعاب الأولمبية. كاين واحد الدول اللي ما يمكنش دي الميداليات في الرياضات كما كدير امريكا والصين ويمكن روسيا ويمكن دول، ودابا ولات استراليا ولات اليابان. صحيح، وها الصين ثاني رجعت لانه بغات. دابا هي راه قريت اليوم انها رجعت هي الاولى في صبورة الميداليات، هي الاولى حاليا. انا اللي كيبان ليا هو ان خصنا بعدا نصلحوا البيت داخليا قبل ما نشوفوا انه واش غيدير خارجي. العاب القوه كانت استثناء، علاش؟ لان خلقنا ثقافه ديال العاب القوه في المغرب، وخلقنا نموذج مغربي في العاب القوه، لانه العاب القوه تالقت بكفاءات مغربيه. في حين انه في جميع الرياضات الاخرى ملي كنبغيو نقولوا نطوروا كنمشيو نجيبوا شي كفاءه من برا. في حين انه المغرب نموذج، وكانوا كيجيو اجانب اللي كيبغيو ينقلوا النموذج المغربي في التدريب، خلقنا نموذج في التدريب، خلقنا نموذج في اختيار العدائين، في التخصصات، في التوجيه، هذا كل شيء، وهذا الشيء ما استطاعتش رياضات اخرى ديروا. اذا انا بالنسبه لي الورش اللي خصو يكون الان ماشي هو الالعاب الاولمبيه، هو الرياضه بعدا تصلح نفسها بنفسها في المستوى الوطني. نكونوا حنا مقتنعين بانه غاديه في واحد الطريق الصحيح، واخا نبقاو حنا غير قاريا نتنافسوا عربيا على ما يجي انه المشروع الاكبر الالعاب الاولمبيه، لانه في 4 سنوات ما يمكنش تكون بطل غتقول اليوم غنبدا صافي رانا غنجيب يوسف ويوسف راه من 4 سنين، هذا غير ممكن جدا. الرياضه من غير العمل اللي هو جدي وعلمي وثقافي وما الى ذلك، هي واحد التقاليد كتكون عند هذاك البلد في واحد الرياضه معينه باش كديرها. ممكن دي ميداليه في رياضه معينه وتشكل استثناء كما بزاف الدول، ولكن وقتاش كنقول انا قوه رياضيه؟ لا في كره القدم، ولا ملي كتنتظم في تحقيق النتائج. لان مثلا في كره القدم ما يمكنش نقول منتخب فلاني هو قوه عالميه الا
إلا كان في واحد 10 سنوات أو 20 سنة دا مثلا واحد العدد معين من ألقاب القارية كأس العالم كذا. ملي كتشوف مثلا ألمانيا الآن مؤخرا كتمر مرحلة فراغ، هي دات كأس العالم في 2014، منتخب ما بقاش كيقدر أنه يمشي من الدور الأول، كيتقسم من كأس العالم من الدور الأول، تقسم من كأس أوروبا اللي منظمها. إيطاليا حتى هي غابت، هادو دائما كانوا قوة عظمى في كرة القدم. ولكن اللي أكيد أنا متأكد منه ما غطوالش الفترة هذه. علاش؟ لأنه الثقافة والتقاليد كينا والأسس كينا عند هاد الدول. وحتى إلى بغاو يصلحوا غيصلحوا من داخل هذيك المنظومة اللي كانت ناجحة ووقع عليها واحد الفراغ أو وقع عليها واحد التراجع. أما شي واحد ما عندوش ثقافة، ما عندوش تراكم في شي حويج، فصعيب باش يبدأ أنه في التألق، إلا كان في الوقت أنه خصو يستغرق وقت كبير باش يمكن يبني الأسس الصحيحة. سي مصطفى صدقي، البعض كيسول خصوصا صفحة البرنامج أصوات الرياضة، هي إحصائيات ضعيفة ديال النتائج على المستوى العالمي، دائما يمكن نكونوا قاريا وإقليميا على مستوى البطولات العربية كنكونوا متفوقين نوعا ما في بعض الرياضات في بعض المسابقات، ماشي ديما كما كاينش انتظام كيف ما كان السي هشام رمح حتى ولو على المستوى القاري، لكن كاين نتائج عالميا كيقول لك وقف حمار شاخي عند العقبة. واش نقولوا أنه حيث أصلا الممارسة عندنا قليلة، عدد الممارسين ديال الرياضة ما كاينينش بزاف، غياب الرياضه المدرسيه اللي ممكن تكون هي مشتل، غياب المساحات الخضراء لانه ما بقاش دوك المساحات الخضراء اللي كانوا، كلشي مشى للعقار قضى على المساحات الخضراء. واش هذه حتى هي اسباب من مسببات ديال هذا الضعف القطاع الرياضي عندنا في المغرب؟ معلوم القاعده اللي كانت فاش كانوا كيبانوا ابطال ولا فاش كانت الرياضه كانت العاب المدرسيه هي الاولى. ما خلقناش شي حاجة على مستوى كبير مثلا الألعاب الجامعية بحال بعض الدول بحال كما كنشوفوا، كما قلت المساحات ملاعب ما بقاش دابا حتى ملاعب ديال كرة القدم، ماشي ألعاب القوى ولا رياضات أخرى ما عندناش. حتى دابا كل شيء دخل البيزنس، دابا بغيتي تلعب خصك تخلص فلوس، كاين الناس اللي ما عندهمش مثلا قدره، كاين الناس اللي في مناطق اللي مثلا ما عندهمش ملاعب، بحال دابا كان شي واحد شي عداء اللي مزيان وساكن في الجبل ولا ساكن في شي قريه ولا ساكن، شكون غادي يديها فيه؟ اول حاجه ما غاديش يشوفه، ثاني حاجه ما غاديش يتاثر، ثالث حاجه اذا كانت عنده السرعه مثلا خصو فين غايدير؟ مازال العدو الريفي وداك الشيء كيكون ساهل، هادشي علاش كيبانوا ابطال مثلا في دول اللي هي فقيره في افريقيا. لكن كيبقى شوف الى جيتي جميع الاتجاهات ولا جميع المسائل اللي كتداخل في الرياضه غتلقى نقص بزاف ديال الحوايج، لان حتى الجامعات الرياضيه ما على حسب رايي ما كيبانش لي كاين مجهود ديال توسيع قاعده الممارسه. راه اش كنقول لك، راه هذا هو المشكل، ما سميتو ما طلعناش مستوى لا التنظيمي ولا سميتو ديال الممارسه ولا. راه خصك تعرف واحد القضيه، احنا دابا كيقول لك حنا دوله رائده ولا حنا عرفات وعندنا ابطال من بكري، كما قلت لك ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي دوكيمون مثلا اللي ولا دي دوكيمون اللي كيعطيو مثلا شي حوايج اللي كيعطيو باش تكون الناس اللي غادي يخدموا هذا الشيء على الصعيد الوطني، لا في المدارس ولا في الجامعات ولا في سميتو في الجهات، ما كاينش. يلا قول لي انت يا شي حاجه سميتو المغرب عنده شي حاجه اللي هو قوي فيها اللي كيدرسها وعنده فيها اكاديميين ناس بحال دابا ملي كتسمع غنخدموا الكره مثلا المغربيه باش 4 4 2 4 3 3 خص يكون عندك ناس اكاديميين. البرتغال باش وصلت بناس اكاديميين ومعروفين بالاسماء ديالهم، في اسبانيا كاينين ناس اكاديميين، في المانيا كاينين ناس اكاديميين، هادشي الناس راه ماشي شجعوا شدوا الرياضه هكاك، راه خص هادشي كله خصك تخلق اكاديميات اللي عند الناس يكونوا فيها خبراء والناس اللي جالوا في العالم ومشاو لدول رائده في الرياضات. فالرياضات حنا باقيين الان في جميع الرياضات كنستعنوا بخبراء من برا، هذه الوقت اللي كان اسميتو شحال من مره كنا غادي نمشيو نشاركوا وجابوا حتى لاخر لحظه جابوا مدرب مثلا قال لك باش يساعد من 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 الغرب. نعم، اذا في جميع الاتجاهات، لا البنيه التحتيه حتى يقول لك سميتو راه كاين التيران، لا بنيه تحتيه اللي تكون لممارسه الرياضه وصناعه ابطال، لا الالعاب لا المدارس ولا الجامعات ولا كل شيء. دابا كاين جوج الحوايج، كل شيء التيرانات كل شيء التبنى، الاراضي ما بقاوش،
والمدارس وداك الشيء مدينا غير في يزيدوا السوايع عباد الله. هذا الشيء دابا هما جوج الحوايج اللي حنا كنفلحوا فيهم، وهذه هي الثقافه ديالنا. خصنا نبدلوا عقليه اول حاجه، عقليه ملي كتجي كتلقى مسؤول دون المستوى ماشي في الدومين ديالو، لا في الرياضه، لان باش تحط الناس اللي هما مسؤولين خصهم على الاقل في التسيير الرياضي. راه كنقول لك ديما شوف، تسير واخا يعطوك اكبر شركه في العالم وتقدر تفشل في التسيير الرياضي. التسيير الرياضي كيشمل بزاف ديال الحوايج اللي هما في التسيير العام ياك ديال الشركات ولا ديال المؤسسات، ولكن عنده خصوصيات ديالو اللي هي خاصه واللي هي صعيبه واللي هي حساسه لواحد الدرجه اللي ما تصورش. نعم. طيب سي مصطفى الصدقي، غادي نمشي للفاصل بعد التعليق ديال المتابعين ديالنا في صفحه برنامج اصوات الرياضه. هشام خطيب كيقول لك الاستقاله جماعيه مع المحاسبه، مع ذلك راه في صرخه في راه في صرخه في وادي، ما فهمتش. المهم المفهوم انه خاص الاستقاله الجماعيه والمحاسبه. اوتيلو قال لك البقالي لم ما جبدش سيره الجامعه وانما نواه بمدربه ومحيطه. ياسر عطار حشومه رياضيين من جزر نائيه كيحقوا ميداليات، وحنا بلد كبير بجلاله قدره، فشلنا في تفريخ رياضيين في المستوى الكبير. محمد البوكيلي تحيه اليك اخي يوسف والضيوف. ذكر هشام بالفعل بالمغرب دوله رياضيه بصراحه احصائيات ضعيفه جدا عندنا في عدد الممارسين، فما بالك بالمحترفين. دليل الرياضه المدرسيه غائبه، وحتى اذا كانت ساعه في الاسبوع بالله عليك واش نقدروا نخرجوا ابطال؟ هذه ديال تعليق ديال المتابعين ديالنا. نتوقفوا مع الفاصل مستمعي الكرام دائما مع سي هشام رمرم وسي مصطفى الصدقي في هذه الحصه الخاصه دائما بدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. دائما مواصل معكم في هذه الحصة من هذا الخاص بالألعاب الأولمبية مع سي هشام رمرم وكذلك السي مصطفى الصدقي. ياسر عطار كيقول لنا ودي اختلف معكم في مسألة غياب مساحات، هذا المشكل كاين في الحواضر الكبرى، أما في المغرب العميق باقي فيه مساحات شاسعة وفيه ساكنة شابة كبيرة. كنظن أنه كاين مساحات غير مؤهلة، الأرض راه موجودة بالنسبة للناس اللي بغى يجري زعما ولا لا هو الجري ولا اللي بغى يجري 100 متر دابا مثلا كاش يدير في غير يمشي للخلا. لا خص ملاعب، خص ملاعب كتكون في المدن وكيجيو هاد بحال هاد العطار وتا ديال السرعه ديال الحواجز ديال المساحات على المساحات الخضراء ولا المساحات الفارغه. هي غادي تصلح غير العدو الريفي الماراثون بحال هاد الناس هادو إيه؟ ولا الماتش ديال الكره، الناس اللي كيبغيو يلعبوا كره وهذا المساحات الخضراء، لان حنا في الصور ديالنا كنا كنلعبوا في الزنقه. دابا باش تلقى الدراري يلعبوا في الزنقه ما بقاتش، ولكن الناس فين كيكونوا كونسونطري في المدن، راه الاكثريه ديال الناس كيكونوا في المدن. طيب سي هشام، واش الان بعد هذه الحصيله ديال الالعاب الاولمبيه اللي فيها جوج ديال الميداليات ذهبيه ونحاسيه، شنو خاص يدار دابا بالنسبه خصوصا للمسؤولين؟ واش خاص الناس يمشيو فحالهم لانهم ما حقوش، او لا بالعكس راه حقوا انجاز بانهم اهلوا لنا ابطال الالعاب الاولمبيه والمغرب كان حاضر في هذه الالعاب بالمشاركين؟ اللي خصو يدار هو التريوت. ملي كنقول التريوت يعني ناخذ وقتنا، حنا كنا كنقولوا باننا كنديروا وفي الاخر كتكون التريوت، نديروا لو كونستا اش واقع. واش حنا ممكن نكونوا دولة ديال الرياضة، ولا حنا باغيين نكونوا مع الخمسة الأولين ولا ما باغينش؟ ماشي ما باغينش، واش عندنا القدرة ولا ما عندناش القدرة؟ واش التألق رياضيا عنده علاقة بأنه القاعدة ديال الدولة كتكون فيها 100 مليون ولا 200 مليون ديال البشر وفيها عدد الرخص معين؟ لأن ملي كنقولوا القاعدة كبيرة يعني الاحتمالية ديال أنه يكون عندنا بطل كتكون كبيرة. مثلا أنا كنت سنوات هذه ما عرفتش دابا الرقم فين وصل، سمعت بأنه في مصر كاين 1.5 مليون رخصه ديال الجيدو، هذا اللي ما كايناش في الفوت في المغرب كامل. نجمع هذا الجيدو غير الجيدو 1.5 مليون ما يمكنش ما تعطكش الا كان العمل وكذا، لانه تقاليد. انا بالنسبه لي الرياضه ماشي فيها الجانب فقط التكتيكي وعلى حسب نوع الرياضه والجانب البدني وما الى ذلك، كاين جوانب اخرى، كاين جوانب نفسيه واجتماعيه. اشنا هي طبيعه الانسان المغربي في نفسيته، السيكولوجيه ديالو، في علاقاته، هذه كلها كتعطينا واحد النظره باش ممكن ان نخلقوا نموذج. من بعد كنريحوا كنقولوا مثلا شنو هي الرياضات، لانه مثلا العاب القوه والكره القدم هي كانت اختيار ديال الحسن الثاني الله يرحمه في المناظره اللي كانت دارت في مراكش. اول مناظره قال لهم ركزوا على العاب القوه ولا كره القدم. ولكن الالعاب القوه عطاتنا نموذج
مغربي اصيل، لانه في الستين احنا رفزنا باول ميداليه في الضياء، اول ميداليه وكانت في الضياء للرادي عبد السلام الرادي الله يرحمه. من بعد كانت اشارات لانه كانوا عداء المغاربه اللي كيلعبوا مع فرنسا وحقوا ارقام وكانوا اللي فازوا ببطولات العالم فترات معينه مثلا في العدو الريفي. انا بالنسبه لي خاصنا نركزوا على انه الممارسه الرياضيه نخلقوها كثقافه اولا، لان ما يمكنش تجيب شي واحد من داره بزز وتقول لي اجي تلعب الرياض. خاص الناس يمشيو يتريدوا بشكل تلقائي، وهذوك اللي غيمشيو بشكل تلقائي غيكتشفوا راسهم يا اما في السباحه يا اما كذا. نهضروا على السباحه. السباحه شحال من مسبح كاين في المغرب؟ الدار البيضاء شحال من مسبح فيها؟ سبعة دار بيضاء شحال ديال الناس؟ كاين واحد اللي كيديروا فيه الأندية، تبنى واحد دابا في الزبير باقي ما حلوش، واخا داروا التشير الرسمي ولكن باقي. إذا ما كانوش مسابح مثلا متفرقة ما غتعطيش هذيك الرغبة لهذوك الأطفال باش يمارسوا في سن مبكرة. وإلا مارسوا في سن مبكرة ضروري غنكتشفوا شي واحد. نعم، لأنه إلا ذكرتي هذه القضية ديال السباحة، المسبح ديال المركب الرياضي محمد الخامس ما عاد فيه شي سبعة ولا عشرة الفراقي وكيكون غير باش أنت تجي في الصباح، خاصك تجي الصباح بكري مع السبعة الصباح، واش الدري غادي مسالي غادي يجي لك مع السبعة الصباح؟ إلا مشيتي الوقيت العادية راه كتلقى الزحام، ما تلقاش فين تريني. أنا بالنسبة لي الرياضة أول حاجة كتخلقها كثقافة، كثقافه ديال الممارسه ديال انه الناس كيولي، وهذيك الثقافه اش كتخلق؟ كتخلق لك ممارسين وجمهور في نفس الوقت، لانه هذوك الممارسين من بعد كيولي الجمهور والجمهور كيولي يفهم في هذيك الرياضه. انا بالنسبه لي توضع استراتيجيه ديال انه بعدا نوسعوا القاعده ديال الممارسه في اغلب الرياضات على قد ما كملنا. كاين رياضات اللي كنا متالقين فيهم، العاب القوه رغم انه البقالي راها تراجعت بشكل مخيف، ماشي على المستوى الاولمبي، حتى على المستوى الافريقي ما بقيناش كنحققوا الاشياء اللي هي كاينه. الملاكمة حتى واحد ما انتبه هذا العام ما أهناش الدراري، تكلمنا عليها هنايا ما أهناش الدراري، وهذه مسألة شوية راه خطر علامة استفهام خطيرة جدا. يعني مشينا بالإينات اللي تأهلوا تهما وداروا نتائج مزيانة، الآمال كانت معقودة على المرضي اللي هي بطلة العالم، ولكن هذا الشيء اللي وقع راه في الربع النهائي خرجت. انا بالنسبه لي كما كنقول لك المساله خاصها تتخاذ بهذا الاطار، هذا انه شنو هو، شكون هو المغربي، شنو هي الرياضات اللي ممكن يمارس، شنو هي الاستراتيجيه، واش بالفعل البنيه التحتيه بوحدها كافيه. انا بالنسبه لي البنيه التحتيه كيف ما كدار مزيان، المغرب وقع فيه تطور كبير في البنيه التحتيه في تخصصات معينه، ولكن في المغرب ما خصناش نلغيو مثلا في كره القدم. انا بالنسبه لي مقتنع بها، ما خصناش الفوتبول دو كارتي ما خصناش نقصيو. انا بالنسبه لي شي حاجه استراتيجيه في المغرب، وملي غنلغيوه اش درنا؟ حنا قلنا باش نوسعوا القاعده مشينا درنا ملاعب القرب، مزيان تكون ملاعب القرب، ولكن ما نلغيوش الفوتبول دو كارتي اللي خصو تكون فيه ديك العشوائيه في الاول ديال الدري باش كي المساحات ما بقاوش، لانه دابا هادشي اللي قلت لك دابا ما بقاوش المساحات، وملي مشينا درنا ملاعب ديال القرب اللي هي فيها واحد المساله اللي ما كنتابوش لها الناس، لان ملي كدير في ملعب حاجز فاصل هذا راه كيخلق مشكله لمجموعه من الاطفال، كيخلق اقصاء اقصاء بدا بلا ما كتدير، لانه كاين اطفال ملي كيشوف السياج وكيشوف باب خصك تدخل لهذاك التيران كيعتبر بانه هو ما عندوش الحق يدخل، ما عندوش الحق، في حين انه الا كانوا هذوك المساحات المفتوحه غتخلي الناس يلعب هذيك الرياضه مثل كره القدم اللي كنهضروا على الحاله هذه كانه يلهو، وماشي انه في اطار منظم. الاطار المنظم كيجي من بعد ملي كنكتشفوا حنا المهارات ديالو، وحتى الطريقه الان اللي باغيين حنا كنديروا في التكوين في المغرب ديال كره القدم مزيانه، ولكن ما خصناش نلغيو الخصوصيه المغربيه، انه الطفل المغربي كيلعب في الشارع كيلعب في الزنقه، ماشي بحال الاوروبي كيجي كيعرف الكره غيبداها في ذاك مركز التكوين اصلا دول اللاعبين. نعم. وعلاش كتشوف مثلا في الكره ديالنا ولا في البرازيل ولا في الارجنتين كاين مهارات خاصه باللاعب اللي كيكون نجم كيعطيك حلول، علاش؟ لانه جابها معاه من الكارتي. نعم. وجابها معاه من الزنقه، وعادش ملي دار ليه التكوين عزوا ليه هذيك المهاره وعطوه اشياء اللي خصها في كره القدم. اما باش تجيب دري وتعطيه التكوين اللي نفسه اللي كيتعطى لنفس الدري ونفس الدري، غنخلقوا سميتو دي روبو، غنخلقوا دي روبو اللي كيديروا لي ميم جيست تكنيك، وهذه طرحت في المانيا. نعم. في السنوات ديال المانيا فاش كانت في عز التالق ديالها كانت كتلقى مشكله مع منتخبات معينه، منتخب امريكا الجنوبيه. نعم. قال لك حنا شنو مشكلتنا؟ هو انه عندنا لاعبين كيلعبوا بطريقه كلهم شبيهه ببعضياتهم. شكون اللي خلق لهم الفرق؟ هو ملي مثلا جا ليت بارسكي في المانيا كا
كان لاعب استثنائي لانه كان لاعب اللي ماشي عنده اللعب ديال المانيا عنده دوك المهارات. جاء هيسلر توماس هيسلر فواحد الوقيته في المانيا. اذا هاد اللاعبين هادو في المنتخبات الالمانيه هما اللي خلقوا داك الفارق ديال هذوك الفرديات اللي يمكن عادلوا بهم شيئا ما وعطاو فيهم نتائج، ولكن هما دائما كانوا كيهضروا على هذه المساله. انا بالنسبه لي اي رياضه ما يمكنش تطور الا بخصوصيه ديال البلد ديالها بالهويه ديالها وبطريقه العمل ديالها. لانه المغرب فاش طور العاب القوه فاش كانوا عندنا ابطال استثنائيين ما مشاش جاب شي نموذج كذا، لا كاين خصوصيات ديال مناطق معينه، كاين كتعطينا فاس كتعطينا الخميسات كتعطينا الرماني والماس وكذا ومدن حنا عارفينها. وحتى من بعد في الناس ديال العاب القوه عرفوا بانه كاين تخصصات مثلا منطقه فلانيه كتعطينا كذا ومنطقه فلانيه كذا. اذا الخصوصيه خصها تكون حتى في كره القدم، ما نقتلوش في الدراري ديك المهارات ديالهم ونزيدوا انه نعزوا هذاك التكوين باش يمكن اننا نمشيو بعيد ونخلقوا نموذج مغربي. لانه لا يكفي انني نمشي مثلا نجيب نفس التقنيه اللي كيدرب بها الالماني ولا الفرنسي، ولكن غنفرضها على واحد عنده شخصيه اللي تختلف على الالماني ولا الفرنسي وما الى ذلك. طيب زياده على ما قال سي هشام رمرم سي مصطفى الصدقي، واش حتى غياب ديال المنقبين على مستوى جميع الرياضات وكره القدم خلى ان ما نقولوش غياب ولكن نقص ديالهم، انا ما نشوفوش ابطال رياضيين في المغرب؟ ماشي قضيه العدد ديال المنقبين، الخبره. تنقيب خصو خبره، خبره اللي هي كبيره، خبره اللي هي كما كنقول تري تري سونسيبل. صعيب باش ديك كما كنقولوا ديك الشوفه، ولكن الشوفه راه ماشي ديال الهضره ديال القهاوي. الشوفه من بعد كاين الشوفه وكاين واحد لودون كيكون هذا الانسان من غير تاكاديميت. نعم كنحكر عليه انا. تكون يكون داكشي اكاديمي تبريباري منقبين توجدهم واللي يكون عندهم هذا الاتجاه يكون عندهم داك لودون باش يشوفوا. غير واحد القضيه اللي بغيت نقول لكم هو شوف راه كاين نقص في كل شيء، راه خصكم تعرفوا واحد القضيه بحال دابا في اسبانيا. جمل نعم جمل الاخر فاش نيلي قلت نقص في كل شيء. لا كاين نقص في كل شيء، وعقليه مريضه، العقليه اللي في الرياضه عندنا مريضه بصح خصها الدواء. باش نقول لكم واحد القضيه اللي ما عارفينهاش الناس، وكان راه قال هشام رمرم قبيله على الاكاديميات. دابا اسبانيا معروفه بالاكاديميات ولكن ما عارفينش انتم واحد القضيه، بان كل مجلس بلدي عنده واحد كيتسمى مجلس الامناء البلدي. اش كيدير هذا؟ هذا سيدي كيتكلف كيكون عنده ملعب شامل فيه التنس فيه الهوند فيه الباسكت فيه الفولي فيه الفوت فيه الميني فوت فيه السباحه بيسين فيه كل شيء. دابا هذا الشيء راه ماشي مصنوع، دابا على حسب الميزانيه ديالهم، راه كاين اللي مديرينه غير من داك الدص بحال دابا البلديات ماشي السيما، لا بحال الكايا الصغيور لا نسونا صغيورين رقاق بزاف ومصايبين منهم باش ما يقولش لك لا راه عندهم فلوس. كاين البلديه اللي ما عندهاش ميزانيه اللي تسمح لها، ولكن دايرين كاين فيلاج الى احيانا الله وشي نهار تمشيو معايا نديكم غير شاري الطريق عرض علينا دابا الطريق تصنص طريق وسط الفيلاج وديور على اليمين وديور على اليسار، فيلاج صغير فيه بيسين ديال العام كامل بالشوفاج بكل شيء. ملي شفتو انا راه صدرني في قاعه مغطات كنقول قسما بالله الى الطريق ديز الوسط وديور على اليمين ودير على اليسار شغنقول لك ماشي حتى فيلاج اربع فيلاج ولا شي حاجه اللي هي صغيره. علاش؟ ولكن دابا هذه هي السياسه اللي حنا ما عارفينش. حنا دابا كنشوف غير لا ماسيا مثلا كاستيا ديال ريال مدريد ديال الدوزيام ايكيب مثلا ديال اللي كتكون كتطلع كنشوفوا ريال مدريد كنشوفوا بيلباو في التكوين ريال سوسيداد مثلا سيفيا شبيليا هادو معروفين، ولكن ما كنشوفوش لي فيلا الصغار دوك بحال قلتي نائيين. بحال دابا جيتي لواحد المدينه اللي هي صغيره والفيلاجات ديالها ملي كتمشي كتلقى مجلس الامناء البلدي خاصك تعرف هادشي. انا باش نعاود لك باش تفهموا فيه انخراط تامر رمزي كاين خارطه ولاد الشعب كاملين ولاد الفيلاج. يعني هنا كتبان لك السياسه لانه مجلس مرتبط بسياسيين وهو كتسمى القاعده ديال القرب كيتسمى القيد كيكون هو رئيس البلديه حيت هما القيد عندهم هما تما بالانتخابات. واش عنده؟ عنده مستشارين اش كيتسماو؟ كيقول هذا مستشار ديال الشغل، هذا مستشار ديال سميتو ديال الرياضه، هذا مستشار ديال سميتو ديال الاجتماعي. هذوك المستشارين هما اللي كيتكلفوا مثلا بهذا المسائل. كتحط
ميزانيه في الاول ديال العام، الميزانيه ملي كتحط ديال الفيلاج، كنهضرك لي فيلاج دابا مناطق اللي صغيره حتى المدينه نقدر نقولها لك وما تعرفهاش، مدينه صغيره مثلا وفيلاج ديالها كتلقى هذيك كيديروا الخيرات، وشكون اللي كيجيبوا؟ كيجيبوا مؤطرين. مؤطرين منين؟ مؤطرين تابعين للفيدراسيون، كلشي تابع للفيدراسيون، كلشي تابع مع هذه معاهد التكوين. تقدر تلقى في فيلاج مدرب اللي عنده مثلا في الفوت عنده ويفا برو. ماشي خلينا من ديك باك، راه باك صاحبي اللي خارج عندنا في المغرب، راه باك صاحبي بلاتي راه كيديروها في الناس غيخدموا. وفاش كيديروها ثاني بحال دابا كانوا اكاديميات فيها باك صاحبي الدراري اللي غيدخلوا، دابا تقدر تلقى بلاتي او لا عطيني باش ندخل. نعطيك مثال، كاين واحد الفيلاج في منطقه نائيه فيها واحد الوليد لا مورفولوجي ديالو لي جين ديالو لي كاباسيتي ديالو يقدر يكون سباح. كيخرج هذا سباح واصلا كازا فيها بيزين واحد يعني اوكي. واش فهمتيني فين نقول لك اش كيديروا هما؟ هاد القضيه ديال بان مجلس الامناء اللي كيديروا في كل بلديه ومسؤول وكيعطي البيلو ديال العام شحال دخل الميزانيه وشحال خرج، داكشي شوف مدروس. وكما قال السيد قبيله على واش تكون الاستقاله الجماعيه والمحاسبه عندهم، عندهم في في زعما في, في اصغر المناطق. طيب حاجه وحده الحل، ولكن كاين الحل، احنا عندنا حل سهل اللي هو سهل من اسبانيا والمانيا سميتو. ما تقولش لنا نمشيو حنا، لا هو نضغطوا على لا هذيك مازال خلي البرنامج نضغطوا على الجاليه المغربيه ما يبقاوش ولادهم يمارسوا غير كره القدم، يبداو خويا يمارسوا لنا الرياضات اخرى باش يكونوا لنا ابطال في سميتو. يعطينا حلول سي سي. لا نقدر انا كنت مسؤول خرج قانون لان الى ولدك الى دخلتي الكره تما تجي القنصليه ما يقبلوك حتى شي حاجه. زميلنا سعيد ياسين كيتصنت لينا ووجه لكم تحيه، وذكرني بانه كاين كذلك مسبح يلاه تفتح في مقاطعه بنمسك اولمبي حتى هو، اذا غنزيدوا على هذاك حدا الزبير. غير هذه قضيه الفلوس هذه اللي جبد شتي هذا النموذج اللي قال راه قريبا كاين في دول اوروبيه كثيره انه الممارسه الرياضه ديال الدري من البريمير هي شبه اجباريه، لانه كيصيفطوا لهم حتى للدار كيقول لي خصو يجي مثلا ينخرط على الاقل في هذاك المسبح ولا ذاك المركب الصغير ديال هذيك المقاطعه. هذه قضيه الفلوس راه كاين الناس اللي كيستغلوها بشكل سلبي في المغرب، انه كل شيء كيربطوا الرياضه في المغرب بالفلوس. هي ماشي كلها بالفلوس. اول حاجه الرياضه كنمارسوها ماشي فقط باش كنفوزوا بميداليات. الرياضه دور عندها دور اجتماعي اولا، وهذاك الدور الاجتماعي ديالها هو انه كتعطينا مواطنين اللي هما سليمين في الجسم ديالهم وفي العقل ديالهم. وهذوك المواطنين اللي خصنا نفرضوا عليهم الرياضه او نشجعوهم على الرياضه باش يكتسبوا ثقافه في صالح الامه او الدوله، لانهم اللي كيكونوا عندي ناس مريضين كل واحد في الحدود امكانيات ديالو كيكونوا ناشطين، كتكون الدوره الدمويه مزيان، كيكون المورال عنده مزيان، وحتى من ناحيه الانتاجيه ديالهم كيدير، يعني هذا دور. ولكن في هذوك الناس اللي كيبداو الرياضه حتى هما غير باش كيطريدوا كيقدروا يخرجوا لنا ابطال رياضيين، لان القاعده موسعه، كاين اللي كيمشي ينخرط في نادي، كاين اللي كتطور عنده مهاره، كاين اللي كنقبوا عليه، كاين انا بالنسبه لي البنيه التحتيه هي مستويات، ماشي جميع الرياضات ولا الممارسه الاوليه خصها تكون عندها بنيه تحتيه عاليه المستوى. كاين اشياء اللي هي بسيطه، علاش؟ لانه هذيك الاشياء البسيطه الاهم كما قال السي صدقي هو انه يكون هذاك القرب كاين وكاين الوعي بان هذيك السياسه كنقربوا، لانه حنا مثلا الان شفنا انه الدوله بدات كنتابع هذا الشيء، وشفنا انه في الحدائق ولاو كيديروا هذوك لي ماشين ولا ديزاباغاي ولا مثلا كيديروا شي حاجه اللي كتخلي لاحظ بانه مثلا في حي شعبي هذا ديكور في حي شعبي حي شعبي مثلا ملي كيديروا ديك لابار فيكس ولاو الدراري كيجيو تلقائيا كيدير، كاين اللي غيكتشف نفسه وكاين اللي غيبقى يدرب غير بانه احسن من انه ما كيتحركش. اذا هنا فين كتبدا العلاقه بالرياضه الاولى، والاهم من هذا هو ان ملي كنديرها في جردة يعني فضاء مفتوح. والفضاء مفتوح كيشجع الدري، وكاين الوالدين اللي غيشوفوا، وكاين الطفل اللي يمكن انه يخلق علاقه ديال الرياضه من تما، كما غنديروا ليه داك سكيت بارك، كما غنديروا ليه تيران ديال كره السله في هذا الشيء هذا. اذا هنا البنيه التحتيه راه كاينه، ولكن ماشي في ذاك المستوى، غير هي فقط بواحد القواعد معينه باش حوايج بسيطه اللي تشجع الناس يديروا الرياضه. المسبح بطبيعه الحال بنيه تحتيه اللي خصها يعني اموال، وما كنظنش شي جماعه في المغرب غيغلبها انه دير مسبح في المقاطعه ديال الترابيه ديالها باش يجيب الناس وباش يمكن انه يتريدوا وماشي كلشي. اذا هنا هذا المستوى هذا هضرنا عليه، المستوى اللي مرتبط بالمستوى العالي هذاك عنده علاقه بوزاره الشباب والرياضه وعنده علاقه بالجامعات.
كيبدا فيه عنده سياسه معينه كيفاش كنشجع هاد الناس كيفاش. مؤخرا كذلك شفنا انه الدوله انتابت لان كاينه اراده سياسيه الان باش ربطوا وزاره التعليم بالرياضه التربيه الوطنيه. كنت باغي نسولك في هذه النقطه هذه بما انك ربطتي الرياضه والتعليم وزاره الشباب والرياضه. شفنا انه تسالنا كنا ملي شفنا الحكومه الحاليه ربطوا حيدوها من وزاره الشباب وردوها للرياضه التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. واش هذا كان عنده اضافه باش نطوروا الرياضه الوطنيه؟ لانه الكل كيقول لك اودي الرياضه مع التعليم نرجعوا للرياضه المدرسيه كذا ممكن انه نشوفوا ابطال كيخرجوا من مدارس، ولكن ما شفنا حتى شي تطور على مستوى الرياضه المدرسيه. بالعكس كنشوفوا انه الملفات اللي كاينه عند وزير التعليم الاولي سي شاكب بن موسى خاصه بالتعليم والتربيه الوطنيه اكثر يعني من الملفات اللي كاينين ديال الرياضه، والاهتمام ديالو منصب على الحل ديال هذه الازمه اللي كانت خصوصا هذا العام هذا ديال التعليم اكثر من انه يركز على الرياضه. هو دابا انا بالنسبه لي هذا مشروع يلاه بدا وكاين تعثرات كاين تعثرات حسب اصدقاء وزملاء كنديروا كاين مشكل. انا نقول لك فين كاين المشكل. هو المشكل ثقافي لانه في الاول بداو بدي بروجي بيلوت، بداو واحد في طنجه ويمكن في الدار البيضاء، بداو في واحد المدارس معينه في واحد الاكاديميه في كاين مدرسه ديال عين سبع هنا في كازا عين سبع وبداو وفي رياضات معينه. ولكن المشكل فين تطرح؟ من اللي عاود ليا واحد السيد من الناس اللي من خارطين في المشروع قال لك دابا المشكل ثقافي، لانه قال لك من اللي جينا عند رجل تعليم وكتقول لي راه هذوك الوليدات راه غيقراو كذا وراه غيخرجوا مثلا مع السته راه غيمشيو يترينيو في القاعه ديال الباسكت مثلا، كيقول لي لا انا الدراري خصني مسؤول عليهم ما خصهمش يخرجوا كذا يعني الوالدين، يعني هو كيستعمل ديك المساطير اللي عندها علاقه بمهنته كرجل تعليم في اداره او في حاجه، ولكن ما كانش ذاك الانسجام والتنسيق باش يمكن انه هذا المشروع كل شيء نهيئوا ليه ثقافيا وقانونيا وما الى ذلك. اذا هنا وقع هذا المشكل. اذا انا كنقول لك درنا البرنامج يمكن درنا ليه القواعد القانونيه ديالو، ولكن ثقافيا باقي الامور ما خدمتش يعني ما خدمناش على المسؤولين الان في اطار الان راه المشروع في اطار توسيع، ولكن انا كنظن كيف ما بغات تكون العثرات ديالو ما خصهاش تراجعوا عليه لانه الرياضه تربطها بالمدرسه مزيان. علاش؟ لانه الثقافه ديال الناس تبدلت. دابا الان اي اب ووالدينا الله يرحمهم حتى هما كانوا كيقول لنا لا راه ما خصكش تبع الرياضه راه غتخرج عليك خصك تمشي للقرايه. دابا الناس ولاو كيستثمروا في ولادهم باش يكون رياضي لانه عارف كاينه امكانيه باش ممكن على الاقل يشد الباك وممكن انه يكون رياضي، والاقبال اللي ولا دابا على المدارس ديال الكره والاكاديميات راه رهيب جدا. لانه ملي غتمشي دابا تشوف غير لي تيست داك الشيء رهيب جدا وكلشي باغي يلعب. انا بالنسبه ليا خاص التجويد ديال هذا المشروع هذا وما خصوش يوقف وما عمره خصو يوقف، لانه الرياضه ترتبط بالمدرسه ما غتخليش لينا ابطال يضيعوا الكارير ديالهم التعليمي بسبب الرياضه، لانه على الاقل غيكون عنده واحد المستوى ادنى باش يمكن انه يكمل حياته، لانه الرياضه ممكن تعرض لاصابه ممكن ما تكونش رياضي ناجح ممكن بزاف الحوايج. هذا هو الاساس وخصنا نبقاو نتصنتوا لبعضياتنا والاستشارات نوسعوها ما يبقاش واحد، لانه انا بالنسبه لي اي واحد يعطيني فكره ممتازه ما كتهمش الصيفه ديالو ما كيهمش انه واش خدام معايا ولا ما خدامش معايا، ولكن باش نطوروا هاد الامور هذه ونمشيو في الاطار الصحيح. والنماذج راه معروفه في العالم، لان في الولايات المتحده الامريكيه كاين الجامعات وكاين الثانويات هما البلاصه الانديه، كاين تشجيع ديال المنحه باش تجي للجامعه باش تولي تحمل الالوان ديالها والشعار ديالها. شفنا انه ضروري خصك تدوز من باش تمشي للالعاب الاولمبيه، كارلويس بالقيمه ديالو كان كيلعب التصفيات الجامعيه ديال الاتليتيزم باش يمكن انه يتاهل، والتصفيات كيديروها في شكل العاب اولمبيه مصغره في طريقه التنظيم. علاش؟ باش ذاك الرياضي كيدخل في هذيك الاجواء اللي هي كاينه. انا بالنسبه لي دائما اؤكد العمل القاعدي هو الاساس، ولكن الجانب الثقافي والاجتماعي خصنا نستحضروه انه عندنا خصوصيات. طيب سي مصطفى صدقي، قضيه ديال السياسه الرياضيه، انا كتجيني واحد البارادوكس كاينه، كنشوفوا الاهتمام الكبير ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس بالقطاع الرياضي منذ توليه السده والعرش ديال الاسلاف ديالو المنعمين، يعني كنشوفوا الاستقبالات ديال صاحب الجلاله للرياضيين، كنشوفوا الاهتمام ديالو كذلك بالرياضه في اي انجاز، رساله ملكيه خاصه واتصال هاتفي مباشر مع اصحاب هذه الانجازات، لكن بالمقابل السياسه الرياضيه ديال الدوله كتبان لك انه بحال ما كايناش. كنجيو كنشوفوا التعليم
نديروا تعليم 8-12-6 والدراري بين 12-2 كيمشيو الترينو كيلعبوا الكره، ما كاينش عندهم وقت، كاين اللي كيتهلك ما كيقدرش على هذاك الريتم ديال انه يقرا من 8-12 ويخرج مع 12 يمشي يلعب الكره ولا يمشي يدير الرياضه ديالو ويرجع يقرا من 2 حتى 6 عاوتاني ومن 2 حتى 4 ولا شوف اشمن وقت عنده. اشنو خاص يدار حاليا باش نقدروا اننا هاد الدراري اطفال الصغار نخرجوهم ناس مثقفين قاريين واصلين على المستوى التعليمي وكذلك رياضيين، حتى كيف ما قال هشام رمرم انه ماشي ابطال ولكن على الاقل كتلقاه بصحه جيده، ما كاينش ديك الكرش خارجه بحال هكذا، سيد عقله سليم، الجسم ديالو سليم، يعني شنو خاص يدار؟ جاك هشام مرم ان في ملي كتجيب مشروع رياضي في اسبانيا الا ما كتمشيش في علوه مشروع اجتماعي ما كيتقبلش في التكوين، ما يمكنش. كيقول لك ديال الناس صناعه رجال الغد سالينا، غتجي تهضر لهم في الرياضه وداك الشيء ما غايقبلوش المشروع كيكون رياضي ملي كتكون في كتكون ان بروفيسيونيل. الى عقلتوا الخطاب ديال 2005 وقال لك صاحب الجلاله ياك كنهضر على الرياضه في 2008 تغلطي 2008 المناظره اش قال فيها؟ الرساله الملكيه الرساله الملكيه راه قال فيها واحد سميتو قال فيها واحد الجمله ما عقلتش عليها بالضبط المعنى ديالها، عطينا المعنى ديالها بان ما خصش يكونوا دوك اللي كيسترزقوا مرتزقه. كان قال شي جمله مهم بحال هكا لان المرتزقه والطفيليين الطفيليين ايه ودابا هو هضر عليهم واش وقع؟ عاد زادوا كثروا علاش؟ لان الملك ديال البلاد ولا الشاف ديطا كما كنتصوري في اي بلاد راه ما كيبقاش مقابل ما يبقاش مثلا ملي كيعطي شي خطه ولا ملي كيعطي شي انطلاقه ديال شي حاجه راه الناس مسؤولين على الصعيد الوطني راهما اللي كيتكلفوا. مادام باك صاحبي مادام لي زانكومبيتون قدام ولي كومبيتون اللور كيدفعوهم اللور مهمشين، مادام التفكير ماشي هو هذاك خاص اصلاح التعليم. الا بغيتي نتايا هذه القضيه اللي هضرتي لها خاص اصلاح التعليم شنو هو اصلاح التعليم؟ راه التوقيت ديال 8-12-6 بالرياضه ولا بلا رياضه؟ راه ما كيقراش مزيان، راه مكرفس، راه كاين القسم اللي فيه 45 واحد. اذا اش كيعني؟ اذا ما نقدروش نديرو بحال الغرب مثلا في اسبانيا الابتدائي كيساليو مع الجوج في جميع المدارس الا كاتالونيا عندها واحد توقيت اخر مع وقيته 5 العشيه. الثانوي كيساليو مع 3 العشيه. عندك الوقت فاش تحفظ، عندك الوقت فاش ترتاح، وعندك الوقت فاش تمارس اي حاجه ماشي غير الرياضه. داكشي اش كتشوف اسبانيا غادا جميع الرياضات؟ علاش؟ هنا كاين الشراكه مع وزاره التعليم باش يقادوا هذه المساله هذه. اذا هنا اذا كان عندك التعليم فيكتيف ناقص مثلا الاقسام عامره، كيفاش انت غادي دير تقري مثلا من 9 الصباح راه الابتدائي من 9 الصباح للجوج غادي دير ليه؟ خاص يكون عندك سميتو مدارس كثيره واساتذه ولا معلمين اللي هما عدد كبير وباش يكون العدد صغير. علاش؟ باش يلقى كما قال اذا كانت النفسيه واحد كيقرا 50 في قسم النفسيه ماشي هي هذيك، الاجتماعيه ماشي هو هذا كما قال السي هشام رمر، هذا الجانب هذا هو مضروري من جهته. ومساله ديال التوقيت مضروري مجيزه. اذا كيفاش بغيتي تصنع انت رياضيين؟ كيفاش بغيتي؟ حيت دابا باش نبقاو العام اللي جاي لقانا كيقول لك ديك الدوله حيت غاده مزير عندها الفلوس. دابا هضرتي على الصين غيقول لك وتا الاقتصاد ديال ارتي كيدير، الا هضرتي على اليابان غيقول لك. ولكن هاد الجزر ولا هاد الدويلات الصغار، انا والله ما سمعت ديك سميتها لي صوت ولا كاين سانت لويس يا ما عمرني سمعت. انا اول مره كنسمعها ملي دات هذيك الميداليه الذهبيه، يلاه سمعتها اول مره. إذا المشكل فين كاين؟ المشكل كاين في العقلية، المشكل كاين في سميتو في الخبرة. الخبرة عندنا قليلة في الرياضة في المغرب. تقول لي حيت إلا بقيتي بقات ماشي ما كايناش، كاين قليلة وكاينين بزاف الناس ربما مهمشين. أنا كنقول في جميع الرياضات ماشي غير في كرة القدم. إذا المشكل كيف كيداير؟ ناقصين في كل شيء كما قلت لك قبل، في البنية التحتية، في ما هو اجتماعي، في التنظيم، في العقلية، في سميتو لا كاين واحد الكلمة كنبغي نقولها ماشي هي. قلنا الفكرة المعقول المنطق النزاهة. كي سبقت المنطق وداك الشيء باش ما تضرش عليك باش ما تكونش تحيل النزاهة. شوف كاين مشكل كاين أكاديميات، اسمع لي مزيان، أكاديميات بالاسم ديالهم بالفلوس. إذا ما عندكش فلوس ما تدخلش، إذا كنتي مزلوط
وعندك القدرات ما غاديش تدخل الى واحد لاباس عليه ولا التليفون دخل. راه خصنا نعرفوا هذه القضيه هذه. كاين مساله ديال سميتو الاشكال انا ما كتدخلش على حساب الامكانيات ديالك ولا حساب التيست لا لا كتدخل على حساب الفلوس على حساب كدهن وخصك الدهن. قال لك الا بغيتي باش ديوها لك في ولدك ويلعبوا داك الشيء كدهن. دابا اللي كيدهن واخا يكون ولده مسالي كيتهلاو فيه وكيديوها فيه. وإذا كان سميتو قال لك اللي ما كيجيبش الهدايا وداك الشيء كيتنخل كما كنقولوا. اذا المشكل شوف المشكل بغيت نشوف انا كنقولها لك وكنعاودها لك خاص ثوره من الجدر من الجذور ثوره ديالاج ثوره في العقليه ثوره في سميتو في تكون الناس اللي عندهم مسؤوليه ديال بصح. هذيك الهضره ديال ملي تكون نتيجه وبدا يقول لك احنا راه بغينا نخدموا الوطن وبغينا نخدموا ما هادشي. هذه الهضره ديال نخدموا الوطن ونخدموا كذبه في المغرب. علاش؟ حيت اللي كيخدم الوطن بصح هو اللي ما كيتخلصش. اذا كان شي واحد جيب لي شي واحد خدام وكيعطي مجهوده ويكون على علم وعنده خبره في المجال وما كيتخلصش هذا ايه هذا باغي يخدم الوطن. اي واحد كيسيني عقد وكينيغوسي وسميتو وجي يتبان النتيجه يبدا يقول لك لا راه حنا في خدمه الوطن والتضحيه هي كذوب. نهار تكون عنده شي فرصه باش يمشي خارج البلاد سميتو غادي يمشي وغيخليك. اكيد سي مصطفى صدقي سي هشام رمرم غادي نتوقفوا مع فاصل قصير ونرجعوا مكملين هذه الحصه مباشره على اصوات. دائما الموصل معكم مستمعينا الكرام هذه الحصة الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مباشرة على أصوات مع الإطار الوطني السي مصطفى الصدقي وكذلك السي هشام رمرم زميل الصحفي والإعلامي الرياضي. السي هشام إذا بغينا نتكلموا نواصلوا الحديث على الوزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وقلنا أنه دي استبشرنا خير على أنه هاد الخطوة هذه ممكن أننا نشوف تطور ديال الرياضة خصوصا أن الوزارة تعطات لشخص اللي هو السي شكيب بن موسى عمل وترأس ذاك التقرير ديال النموذج التنموي الجديد للبلاد. قلنا ودي بما أنه عارف أشنو خاص المغرب غادي نشوفوا واحد طفرة على مستوى التعليم وكذلك على مستوى الرياضة. لكن شفنا أن الأمور ما زادتش ما كاينش تقدم. صعيب باش كتعطي النتيجه لانك خدام على المستقبل وانت خدام على الاطفال. لانه ملي كنقول وزاره التربيه الوطنيه يعني عندك الابتدائي والاعدادي والثانوي. علاش قلت لك اسمح لي سي هشام قطعتك؟ هو انه بما انك انت عرفتي الخلل خدمتي على النموذج التنموي غتبدا الخطوه ديالك مباشره غتبدا. ولكن انا اللي كنخاف منه هو انه نديرو كيف مجموعه من القطاعات. الامر كيتعلق باشخاص كيجي وزير كيمحي السياسة ديال الوزير السابق. يعني هنا الرياضة خصنا نتعاملوا معها بشكل مؤسس. يعني إذا كان مشروع نخليه أنه يمشي نخليه ليه لي باز ديالو نخليه ليه الأساسيات ديالو. الأساسيات شنو هو؟ هو أنه التنظيم الوليدات خصهم يلعبوا خصهم يمارسوا خصهم. إذا جا شي واحد آخر خصو يبقى بداك الفكر ديال المؤسسة وزارة كمؤسسة. صحيح أنه كل حكومة عندها سياستها كل شخص عنده سياسته ولكن نمشيو في واحد الاطار ديال انه الاستمراريه. لانه الان في مجموعه من القطاعات كنجيو كنديروا قاطعه ما سبق وكنبداو شي حاجه جديده بحال ما بدينا والو كنبداو ثاني من جديد. انا الاساسي بالنسبه لي هو انه الفكره ديال الرياضه ودراسه بديناها خاصها تبقى وما خصناش نتنازلوا عليها لانه هذه من المسلمات اللي خصها تبقى. كاما انك خصك تكون عندك تعليم اللي هو طبيعي وخصو يكون جامعات وخصو يكونوا ثانويات وخصو يكونوا مدارس. الاساسي بالنسبه لي هو انه خصنا نبقاو غاديين كنديروا تقييم اللي هو ما نتسناوش عليه وقت كبير. نقدروا كل ثلاثه اشهر نديروا تقييم ونديروا التقييم مثلا نصف سنوي وتقييم سنوي ونمشيو نصلحوا الاعطاب. الاساسي بالنسبه لي هو انه ملي غتعطي للطفل انه يوازن ما بين الرياضه والدراسه هذا شيء ممتاز. لانه غيتريد اذا ما وصلش للمستوى العالي راه في دراسته محتفظ بها وفي نفس الوقت انه غيكون تريد وممكن يمشي مستوى عالي. وتشوفوا دراري دابا ترتفع هذيك الوتيره ديال الدراري عندهم البكالوريا وهما رياضيين على المستوى. راه النموذج ديال البركان ديال توارقه ديال اشرف برقي شد الدكتوراه راه شي حاجه نادره في العالم انه رياضي شد الدكتوراه وهو كيمارس. ماشي حاجه نادره. يعني هذا نموذج هو خريج اكاديميه محمد السادس كذلك. فانا بالنسبه لي المشروع خصو يبقى. الاساسي فيه هو نديروا ليه التقييم ولما لا نديروا شي هيئه مستقله اللي تبقى متبعه باش واخا تبدل الوزارات وتبدل السياسات يمكن انه تبقى اشياء اللي هي ثابته. نعم لانه قبل ما نجي عند السي مصطفى صدقي حتى هذا المشروع الجديد ديال الحكومه انه نديروا واحد المدارس ديال الرياضه ما كاينش الحديث فيه على الرياضه.
مدارس الرياضه اللي انا تقريبا ولاو مدارس مؤسسات تعليميه كتعتمد هذا المشروع هذا اللي جا به السي شكيب بن موسى، ولكن ما فيش الحديث على الرياضه ولا الرياضه والمدرسه ولا المدرسه والرياضه. يعني احنا كنفكروا راه هادو كلهم نماذج جداد. دابا احنا كنجربوا كان عندي حديث مع زميل اللي هو اطار كذلك في التعليم، فهو هضر لي على هذا المشروع هذا وهما غاديين في واحد الاطار ديال التعميم ديالو، ويعني نقل لي هو بصدق يعني الا كانت شي حاجه كتنتقد كيقولها، ولكن قال لي بصدق، قال لي غيكونوا قال لي الا تعمم هذه التجربه هذه قال لي غتكون مفيده. انا بالنسبه لي كنأكد انه الرياضه خصها تخلق كثقافه، والثقافه غنبدا من المدارس، غتبدا من الاعلام، تبدا كذلك من الاحياء. انا واحد المره السي اوسكار المدرب الرحيل كنا كنناقشوا، قال لي انا في المغرب تجربتي مع المغرب، قال لي الطريقه باش كيكونوا اللاعبين الصغار قال لي ما صحيحاش. قلت لي علاش؟ قال لي المغرب كيشبه الارجنتين ويشبه البرازيل ويشبه كذا. قال لي احنا في الارجنتين الدري ما كيبداش التكوين ديالو الكروي هو عنده 6 سنين ولا 10 سنين اختصاص من بعد قال لي خليو الدري، قال لي عنده حريه كامله، قال لي لانه هنا ملي كنجيو نديرو الدري التكوين قال لك كنعلمو جميع الاطفال اللي ما جاش تكنيك، قال لك كنقمعوا فيه الابداع، قال لك حنا كنخليو اللاعب ملي كيجي عندنا كيجيب المهارات، كل واحد جايب المهارات ديالو كروي. هادشي علاش كنعطيو ميسي، نعطيو كريسبو، نعطيو باتيستوتا. ملي كنوصلوا قال لك ال 15 16 سنه كنبداو نديروا ليه التكوين الصارم ديال كره القدم، ديال الاختصاص، ديال التكتيك، وكنخدموا معاه البدني وكنخدموا كذا. قال لك كنخليو الدري عنده هذيك الفطره ديالو كاينه بعدا كتقوى، قال لك حنا كنجيو كنصحوا ليه المسار ديالو. وشفت واحد البرنامج على البرازيل، النموذج البرازيل اللي خرج منه رونالدينو وروماريو كذا. البرازيل كما قال سي سي دقي قبيله ودايرها بطريقه مختلفه، ولكن الفكره هي في كل حي دايرين ملعب ديال الميني فوت، وهذاك الملعب اللي كنقول ديال الميني فوت مفتوح، الشبكه مقطعه، البوطو مصدي، ولكن دايرين بحال اونتين ديالهم اللي تابع للجامعه او عصبه او شي حاجه. هذاك السيد عاطينه واحد الثمن رمزي كيخلصوه، ساكن في الدرب، ساكن في الدرب، وهو اللي كينظم هذيك العمليه ديال الكره بيناتهم، غير مساله تنظيميه خفيفه، شكون اللي غيلعب شكون اللي ما غيلعبش كذا كذا. ولكن فارضين واحد المساله، كل فئه عمريه كتلعب بكره على حساب الفئه ديالها، على حساب الحجم ديال الكره مع الفئه العمريه. وقال لك الاساسي من هذا الشيء علاش؟ قال لك كيخليو الدري انه هذيك اللمسه ديال الكره كرياتيفيتي كتخرج فيه الابداع، وكتعطيه ديك العلاقه ديالو مع الكره اللي كيلمسها بواحد العدد كبير. قال لك ملي كيبقى يلمس الكره بزاف بزاف بزاف، قال لك كياخذ الاساسيات ديال الكره اللي من بعد فاش كيتحول للتكوين قال لك كيجيب واحد القوه كاينه. وعطاو مثال انه جميع النجوم ديال البرازيل في السنوات الاخيره اللي معروفين خرجوا من هذا النموذج هذا. وهادشي علاش كنقول لك انا قضيه البنيه التحتيه فيها مستويات. مستوى اللي يكون عادي باش الناس تولي عندهم ثقافه ويلعب، لانه الا تسنينا لاعب يمشي من الحي الحسني حتى الوازيس، واحد الفئه غتعكس، واحد الفئه ما عندهاش باش كتمشي، واحد الفئه ما غتمشيش، واحد الفئه ما عندهاش البلاصه فين غتقيم. حتى القضيه ديال التشجيع على ممارسه الرياضه هو منها القرب، انا تكون قريبه لك. دابا مثلا انا نهضر على راسي، مثلا بغيت نتريني، بغيت ندخل لاصال، ما حدايش لاصال ما غاديش نتريني، ما تمشيش. وفي نفس الوقت هاد الناس هادو عندهم الخدمه ديال التنقيب، انه ملي كيتحط عينه على شي لاعب كيوجهوا وكيمشيو من بعد لابعد نقطه. نعم سي مصطفى صدقي، كاين سؤال ديال مصطفى الزياني قال لك هو شنو الفرق بين المنتخب الوطني الاسباني والمنتخب الوطني؟ نرجعوا لكره القدم بعد قليل. نقول لك واحد القضيه، هاد القضيه اللي قلتوا ديال ملاعب القرب وداك الشيء، راه في المغرب راه كاينين، غا هي ديك الارض اللي كيكونوا دايرين هذه الملعب كيقول لك خداها فلان كيجي هذا ودار فيها حمام، والاخر راه خداها. وملي كتجي كتقول لهم كيقول لك لا، في كاين المسجد هذيك هي الارض ديال التيران كنلصقوها في سميتو. راه مصيبه كحله، مصيبه كحله. راه هو نورمالمون في لي بلون اي تجزئه دارت خاص يكون فيها ملاعب جردة ملعب مسجد وهذه سميتو. ولكن كنقول لك راه خاص النزاهه، وخاص سميتو خاص المعقول وخاص العقليه. راه شوف مشكلنا في المغرب انت، رانا ما تبدلاتش العقليه. غيجي وزير يحط برنامج، غيجي وزير اخر، غتجي الدوله غتبدا دير سميتو. هادشي كله اذا ما كانتش المسؤوليه، عارف انا غنقول لك واحد القضيه، عارف شنو المشكل عندنا في المغرب؟
انا دابا هذا الشيء بقيت كنفكر كنفكر كنبحث كنفكر كنفكر اشنو هو المشكل اللي عندنا رئيسي في المغرب. هو عدم المسؤوليه. ما كنهضرش في الكره ولا في الرياضه، في اي حاجه. انسان في المغرب مزروعه واحد الثقافه ديال عدم المسؤوليه. ماشي شغلي. عطار قال لك ازمه الرجالات واخلاق. نعم عطار قال لك ازمه الرجالات واخلاق. لا ازمه الرجال عندنا مش حال عندنا ازمه رجال ديال الصح. داكشي ديال الرجوله، خلي ماشي داك الرجوله اللي كيهضروا عليها في المواقع ديال سميتو الرجوله ديال المسؤوليه، ديال انك تكون راجل، ديال انك بحال دابا هذا اللي حطوه في البرازيل مقابل داك الملعب، راه حتى هنا كيحطوا كاين شي ملاعب كيحطوا فيه ما عرفتش اش كيدير هذاك اللي مقابل كيبدا يكري التيران. كيبدا يكري الناس وما شغلوش هو المسؤوليه، راه عدم المسؤوليه. نهار تكون عندنا نهار نزرعوا ثقافه ديال المسؤوليه، مسؤوليه في الدار، مسؤوليه في المدرسه، مسؤوليه في الزنقه، مسؤوليه في الادارات، مسؤوليه كنقول اي انسان يحس براسه بانه مسؤول ويؤدي الواجب ديالو غير على داك الشيء اللي عليه، ما يزيدش هذيك التضحيه وديال خدم البلاد وداك الشيء هذاك ياكلو، لان كل شيء كذاب، الكذوب وعدم المسؤوليه. راه ما يمكنش بحال دابا كما قال السي سميتو، ها هو ها الملك البلاد خطب، ها الملك البلاد دعم، ها هو دفع بسميتو، ها قال لك كيجي وزير كيقول لك انا درت واحد البرنامج ولا مشروع جديد، كيجي الاخر حيد هذاك دير مشروع جديد، لا مشروع خص يكون ديال الدوله يخدم فيه هذا ولا يخدم فيه الاخر، مشروع اللي هو حاطينه شكون؟ خبراء ما عندناش في المغرب غنجيبوهم من برا يتحط المشروع، ولكن راه خص المسؤوليه وخص المحاسبه، البيلون ديما خص نشوفوا داك الشيء فين غادي. وها كيجي سميتو كيقول ليه ما درا كيقول ليه راه عنده الوليدات وداك الشيء وحشومه، راه سميتو ما نحاسبوش حيت غيمشي فيها. راه كلشي كتسمع بحال هكا، وقعوا شحال ديال المشاكل كيقول لك راه عنده وليدات، راه حتى هادو سميتو ولاد الشعب راه حتى هما وليدات وعندهم والديهم. ومسألة أخرى اللي هي مسألة نفسانية ومسألة اجتماعية، الحياة غلات. هاد الزيادة دابا شكون غادي يمشي يمارس الرياضة؟ حتى درتي القاعدة، دابا خصك دير القاعدة الأرضية خصك تفرش عليها، هذه أنت مسؤول عليها، تحط أي برنامج أي مشروع خصك القاعدة ديالو، ولكن الإمكانيات، شنو هي الإمكانيات؟ راه غير الضرورية ديال العيش، راه كاين الناس ما يقدرش يصير على ولده هذيك الماكلة الضرورية ديال اليوم باش يدرب وباش سميتو، كنقول لك هذا غير دابا صغير وغادي يلعب في ملاعب القرب. راه صعيبة، كاين عندنا بزاف المشاكل اللي خصنا إذا بغينا نديرو ثورة سميتو رياضية في المغرب خصنا نشوفوا جميع الاتجاهات، الاتجاه اللي هو ديال البنية، الاتجاه ديال العقلية، الاتجاه ديال الخبرة، الاتجاه ديال سميتو ديال الوضعية الاجتماعية، خصنا نحسنوا الوضعية الاجتماعية ديال الناس باش هما يكونوا مرتاحين، ولادهم يكونوا مرتاحين. والدري راه كتلقاه عنده 11 عام 12 عام ما عنده مسكين والو، كتلقاه عفيان راه كيقلب على خدمة، ما كيقلبش على باش يدير الرياضة. كاين بزاف الحوايج اللي خصنا نناقشوهم، وكنتمنى الخطرة باش يتحط مشروع ولا نبداو مشروع يتدرس كل شيء ويتصلحوا جميع سميتو الاتجاهات باش يكون عندنا سميتو في المستقبل يكون عندنا ابطال، ويكون عندنا الناس اللي لان الابطال حتى هما كيروجوا الاقتصاد وكينفعوا البلاد. بطبيعه الحال السي هشام رمرم صاحب الجلاله وضع واحد خريطه الطريق في 2008 في المناظره الوطنيه للرياضه اللي كانت بالسخيرات، وشخص فيها الواقع، والكل اتفق على انه صاحب الجلاله وضع النقطه على الجرح او الاصبع على الجرح. ماشي وضع، كانت صادمه، لانه ملي كانوا صحفيين ولا ناس كينتقدوا كانوا الناس كيعاتبوهم النكت، ولكن اللغه اللي جات بها الرساله الملكيه كانت فيها جراه اكبر من داكشي اللي كيتقال فعلا. هو ملي كيقول لك الطوفيلي وكاين المرتزق ملي كتشوف هاد الرساله وهاد خريطه الطريق اللي وضع فيها صاحب الجلاله شنو خاص يدار من اجل تطوير الرياضه الوطنيه، من بعد هذه الرساله الملكيه شفنا غير التراجع ديال النتائج، ما شفناش التطور، وكثروا غير الطفيلين والمرتزقين، وكثروا الطفيلين. علاش؟ انا شنو الاسباب ديال هادشي هذا انه ما التزمناش بخريطه الطريق وضعها اعلى سلطه في البلاد اللي هو صاحب الجلاله الملك محمد السادس؟ انا واحد الصوره مع العلم اسمح لي سي هشام انه راه حط فلوس في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم صحيحه، وحط فلوس في باقي الرياضات الاخرى في اللجنه الاولمبيه من بعد بيكين، ديك 33 مليار اللي كانوا وبدلوا المراكز ديالهم، كان اللي كان مدير تقني هبط وبدا المدرب باش ياخذ 30000 درهم مثلا. شوف انا عندي واحد الصوره اللي هي باقه عالقه في الذهن ديالي في هذاك المناظره دقائق من بعد الرساله فاش خرجوا
والزملاء الصحفيين دوك ياخذوا التصريحات جميع المسيرين بما فيهم دوك اللي كينطابق عليهم الفعل ديال الطفيلي والمرتزق وداك يقول لك الاخر يعني ينزه نفسه وداك كيقول لك يعني بحال كيقول لك بانه هذاك المرتزق وهذاك الطفيلي وكذا اللي هضرت عليه رساله الملكي راه هو الاخر انا لا لأسف. علاش لانه هذاك الاستغلال ديال هذاك الورش لانه هي بالنسبه التوقيت ديالها هي كانت اعلان على دخول ورش جديد اللي هو مستمر الان ولو انه كما قلتي كانوا ناس لانه كاين ناس اللي استغلوا هذاك الورش وبداو كيبيعوا راسهم على انهم هما النموذج اللي يمكن انه يكون صالح باش يدير قطيعه مع الاخر ولكن في جميع الاحوال النتيجه راه كانت باينه الى حدود اللحظه كاين واحد الصراع ونعطيك مثال في الشركات الرياضيه من بين اهم الاسباب ديالها من غير قضيه ديال الترسانه القانونيه ومجموعه من الاشياء مجموعه من المسيرين قاوموا انه ما كانش في صالحهم دار الشركه لانه الشركه شنو هو الاساس ديالها ولو انه كانت عيوب في المشروع يعني كمشروع بالناحيه القانونيه ومن الناحيه ديال التنزيل ديالو ولكن مجموعه من المسيرين ما كانش في صالحهم علاش لانه في اطار جمعوي انت اقل مراقبه واقل خضوعا للمحاسبه ولكن الشركة غتفرض عليك قيود لأنك عندك علاقة بالدولة بإدارة الضرائب بنظام محاسباتي معين إذا هناك اللي كان عرقلها وهاد العرقلة فين جات؟ جات أنه في أجلنا شحال من مرة هذاك التنزيل ديال المشروع يلا هذا العام يعني تفرض بأنه جميع العقود أنه مرتبطة بالشركة ديال الانتقالات ما إلى ذلك والخطير في الامر الان هو انه الشركه علاش دارت من غير انك تكون عندك نظام ضريبي وتكون خاضع للضريبه وعندك نموذج محاسباتي وطاطاطات والمداخل تكون معروفه فين كتمشي وفين تخرج الشركه جات باش تشجع الاستثمار والمستثمر ما يمكنش يجي في هذه الظروف طبعا الحال المستثمر كيشوف البرمجه مخربقه ما عارفش امتى غيبدا كيشوف التحكيم اللي كل شيء كيحتج عليه والكوارث اللي كدار فيه يعني النصوص القانونيه والنصوص اللي عندها علاقه ما هو مؤسسات غير كافيه فقضيه التخليق ديال الممارسه مهمه جدا خاصنا مسيرين اللي كيحترموا القانون عندهم شويه الاخلاق اللي كدار باش يمكن انه لانه الان المغرب ما مسموحش ليه بالتراجع دابا راه المشكله دابا في خبرك لانه بهذيك البرونزيه اللي خدينا وملي كتربطها بكاس العالم نصف نهائي راه ولا كلشي ولا كيقول لك المغرب قوه كرويه ولا كلشي لانه ذاك الحاجز النفسي كسرناه دابا غدا اش غنديروا إذا بغينا نحافظوا على هذاك الشيء راه الخدمة خاصك على الأقل كأس إفريقيا يديها والخدمة خاصها تكون بدات سنين هذه خاصها تكون بدات لأنه هذا الجيل ماشي بالضرورة غدا غنلقاو نفس الجيل والصدفة خاصنا ذاك الهامش ديالها نقلصوه باش يمكن أنه إذا الخدمة خاصها تكون بدات شحال هذه باش يمكن دابا كنقولوا المنتخب الأولمبي فيه عناصر مزيانة كاين أمور إيجابية من هنا لعامين ثلاث سنين راه هذوك اللاعبين غينرجعوا يمكن كده ولكن كاين لو ريسك ديال انه كاين لاعبين ما يكملوش كاين ما يكملوش كاين اللي المستوى ديالو غينقص كاين اللي انه عنده مستوى غير مناسباتي مناسبات هادشي شفنا في 2005 كلشي كان كيقول المنتخب غيكون كذا كذا يلا طلع منه هرماش واحمادي هما اللي طولوا نسبيا مع المنتخب اذا الخدمه خصها تكون انا بالنسبه لي عندنا هذوك الوليدات الله يجازي هذوك الناس ديال الجاليه المغربيه هذوك الوليدات اللي ولدوهم ورباوهم وربوا فيهم الحب ديال المغرب والارتباط ديالهم ماشي سهله نعم. يعني ملي كتشوف النموذج ديال ريتشاردسون الوالد ديالو امريكي كان كيلعب في الان بي ولكن الام شوف الدور اللي دارت نعم. والدري راه شفناه كيبكي في النشيد الوطني يعني هاد الامور الله يخلف على هذوك الناس مزيان الا جبنا هذوك الوليدات من برا وكوننا وليدات هنا الان دابا كنشوفوا مثلا الحضور ديال الاكاديميه راه تبارك الله مثلا تيرغالين مني كتشوفوا تبارك الله والاكرم النقاش واللاعب ونزيدوا عليهم التكوين ديال الفرق غيولي هامش كبير ديال الاختيار اكيد ويمكن انه لاعبين اللي دابا عندهم مكانته في المنتخب ما غيبقاش يبانوا لينا غيبانوا لنا لاعبين احسن منه النموذج كذلك ديال الرحيمي كانت واحد القاعده استثناء. كانت واحد القاعده في الدماغ لا اللاعب لا راه كاين يلعب بهذا العوجيه اللي كاينه في البطوله كاين اضاءات كاين اللي ممكن ندير شوف شحال تاخرنا باش نجيبوا حكيمي باش نجيبوه للمنتخب وباش يمكن ندير اذا الكره خصها مجموعه من القواعد ديالها لا يكفي بانك تدخل مال ولا تجيب هادي ولا تدير القانون ولكن هي منظومه متكامله فيها ما هو قانوني اخلاقي اجتماعي نفسي
وزيد يمكن انه اللائحه ما تنتهيش. هذا الشيء اللي قال السي هشام رمرم على الكره واش ينطبق كذلك على باقي الرياضات من ناحيه ديال الشركات من ناحيه ديال التطوير من ناحيه ديال التكوين؟ لانه الا تكلمنا على الميداليه الذهبيه ديال البقالي جاب جوج في ظرف 3 سنين في طوكيو 2021 وفي باريس 2024 2028 صعيب ان نتكلموا على البقالي في 3 ميل. دابا في 3 ميل هذا ما كاينش شويه مزير. لا هو النيت راك شتي ماشي ولكن دارها ولكن سي سعيد سيباوي كيقول لي اش دارت ابو فارس. ابو فارس خصات في الدور الاول دي بعدا صدمه من صدمات ديال هذه الالعاب الاولمبيه وكيفاش الحاله اللي دارت على عدم المشاركه ديالها في دوره طوكيو والظلمات وغذا وكل التضامن اللي مشى معها واليوم كتقسم الدور الاول على ما استفهام على التحضير ديالها. المهم على اي كيف ما قلنا العاب القوى راه صعيب انا نشوفوا البقالي في 3 ميل في 28 في لوس انجلوس والخلاف كيبان لك انه راه ما كاينش دابا الخلاف في هاد 3 ميل خصوصا اللي تالق فيها البقالي ما كاينش. تيندوفت كيبذل المجهود ديالو ولكن شفنا انه ما استطاعش انه يسير السباق. البطل الاخر تقسم الدور النصف النهائي المسافه الاخرى ما عندناش ابطال يعني احنا في تراجع. هذه غير العاب القوى باقي الرياضات مرة نفس السياق. هو شوف اللي بغيتي تصلح الرياضات وتعرف ان العقليه تبدلات ولات الاخلاقيات كما قال السي هشام شنو هي القاطره؟ قاطريه كره القدم. تصلح كره القدم تصلحوا جميع الرياضات بحال اي اسبانيا ما كانش عندها الرياضات بكري كانوا ماشي ولكن ماشي بهذا ولكن الكره هي اللي كتجره حتى حاليا اسبانيا ما عندهاش يعني ترتيب جيد على مستوى الميداليات. عندها 11 ميداليه كنظن في هذه الالعاب الاولمبيه ولكن لا مثلا عندها ابطال في الرياضات خلي من غير الالعاب الاولمبيه ولكن خارج الالعاب الاولمبيه في جميع الرياضات حاضر في التنس الفورمولا 1 الدراجات الدراجات الناريه في كل شيء راه عندهم حتى رياضات اللي ما داخلاش الالعاب الاولمبيه. علاش؟ ولكن الناس خدامه القاعده كاينه الاخلاق كاينه المسؤوليه كاينه النزاهه كاينه هذا هو اللي مشكل. باش هاد الشركه هاد الكلام كينطبق على جميع الرياضات كما قلتي السؤال ديالك كينطبق ولكن حيت دابا هو اكثريه الفلوس فيه كتمشي اكثريه الاهتمام فيه كيمشي كره القدم. اذا ما كناش قادرين بالعقليه المغربيه قادرين نصلحوا نكونوا ولا نجوا منظومه كرويه ديال كرة القدم اللي هي قوية إذا ما نقدروش في الرياضات أخرى إلا في حالة واحدة بحال دابا جا شي إنسان في واحد الرياضة كيما الفوتسال جا هشام الدقيق خدا باش دابا حتى واحد ما يركب ليه على الموجة خدا هو المسؤولية ما كان كيتخلص ما والو همشو في الجامعة اللي قبل السيد عانى وبكى سميتو ولكن السيد عنده مقاومة اللي هي كبيرة وصبر اللي هو كبير خلق نموذج دمر خلق نموذج ودمر مغربي خالص ومعكوس ماشي من القاعدة جابوه من فوق باش تعرف بأن إذا كان شي شخص بحال هكا غير ما شافوش. أما كون كان في شي رياضة اللي فيها حيت الفوتسال ما كانت ديك الساعة كيدير فيه حتى شي واحد يلا كانت قنيطرة اللي كاتبة ديها قبل وتبعات السطات هادو جوج سميتو اللي كانت عندهم الثقافة وتا واحد ما كاينينش الناس ما كاينش المرتزقة ودوك الطفيليين ما كانوش فوتسال أولا الناس اللي كيقلبوا على الطفاخين اللي عكلوا سميتو هذاك الشيء هذا استثناء يقدر يكون بحاله. أما بغيتي ما غتبان لك العقلية تبدلات في الرياضة المغربية إلا وبدات في كره القدم نهار تبدا في كره القدم ودار منظومه حيت دابا صحاب كره القدم شنو هذا زادوا الترخاو الجاليه خدامه المهاجرين خدامين كاين جو الفراقي. شنو الميساج اللي كان ديال حكيمي سمعتي اش قال الميساج اللي عطى لاصحاب الجنسيات المزدوجه اش قال لهم عافاكم غيوليو باغين كثر انهم يجيو المغرب باش يشوفوا الانجازات. لا هو ناداهم قال لهم عافاك اجيو باش عرفتي دار نداء. علاش؟ حكيمي في راسه بان منظومه عيانه بان منظومه ما قادر على والو باش يولي دابا الكابيتان ديكيب يدير منادات الناس اللي عندهم جنسيه ازدواجيه يجيو يدير عرف بان راه المنظومه ديال المغرب الى دابا هو في عقله بانه مقتنع بان راه الى خطاونا اولاد الجاليه المغربيه اللي خارج الوطن كرة القدم غادي تكون لان الانجازات اللي دارت بسميتو استثناءات استثناء ديال رحيمي غنزيدك بحالو بحال البقالي رحيمي وليد اللي كان راه
راه كان راه الفيديوهات اللي كيتلاحوا ديالو مع اللعابه السيد كيموت على كره القدم وكيموت على الراجل باش يلعب كره القدم غير حماق. خدم علاش تعطل؟ لان التكوين ديالو ماشي شي تكوين. وكان راه يمكن في اوروبا مثلا شحال من مره هضرنا عليه هنايا كنقول لك هذا السيد هذا خصو تعطاه فرصه ديالو كاين شي حوايج خصهم يتصلحوا. ها هو غادي تكلمت مع الناس ديال العين الاماراتي الاسبوع الماضي وقالوا لي انه راه تطور بواحد الشكل كبير تطور في الامارات في العين قبل العين سير تفرج فيه قبل العين ماشي ما عندوش عنده امكانيات خاص اللي يصلحوا خاص اللي سميتو خاص اللي ماشي غير بقات تهضر حتى بقاو شادين الميكروات وكتهضروا لا راه خاص اللي يقوم بالشغل. راه كاينين بزاف طراحيميات في المغرب راه خاصك تعرف هذه القضيه. وهذا العام قالوا لي انه تلقى اهتمام كبير من عند ارنان كريسب خلافا مع باقي اللاعبين ديال فريق العين الامارات. شوف كاين اختلاف في المدربين في العالم كامل. كتلقى مدرب اللي كيهتم بكل فرد وكاين مدرب اللي عنده شوفته كيقول لك هذا عنده امكانيات ديالو ها البلوكاج فيه كاين كيخدم معاه كينصحو كيدير بزاف. كاين مدربين نعطيك الاسماء ديالهم اللي ينصحوا بزاف ديال اللاعبين. نقول لك غنزيدك واحد ليكزومبل باش يقول لك لا كيقول لك هذا الشيء راه كيدار غير في الفرقه. علاش نعطيك تشافي وفابريغاس شكون سببهم؟ لويس اراغونيز. باش تعرف ماشي ما كانوش كانوا كويريا لويس اراغونيز ملي شد لا وقيلا فانكا اللي لا فانكا كان كيلعب مع تشافي. راه دابا 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 تشافي اش وقع ليه؟ راه كاين واحد اللعيبه واحد القضيه عند ريتشاردسون لاحظتها حتى هي في هذا الاتجاه. دابا شد تشافي في البوزيسيون ديالو زيدو راه كانوا كيلعبوه كاسور زيدو ان ميليو سونتر تشافي هو يدير ديك بوم انت دارها راه دارها على 26 عام. اذا كيفاش كان ان بلوكاج تمايا في القدرات ديالو؟ فابريغاس اش قال لي في لويس اراغونيز؟ هادو راه النصائح اللي كيتعطاو وكيوريه مثلا ربما في الفيديو داك الشيء. قال فابريغاس قال لي واش بغيتي دير ديك بوم ديال اللعابه؟ قال لي ايه. قال لي خاصك تبدا تماركي تبدا تسجل السيد كي سميتو كيفاش؟ ها القدرات ديالك ها كيفاش دير مثلا خصك دير تحضير لي زانترفال تقدم اكثر دير. المهم كاينين مدربين ديال المنتخبات ولا ديال الفرق اللي لعبوا هذه القضيه راهيمه كما قلت كريسبو عطاه واحد الاهتمام والسيد راه عنده امكانيات ماشي ما عندوش. راه شوف راه واحد الذكاء لعب به في هذه الالعاب الاولمبيه راه ما تصورش ذكاء ديال ان افون سونتر شي حوايج عنده شي حوايج تزادهم هي باش اش كنت كنقول لك انا في الاول فاش بدات الالعاب الاولمبيه قلت لك بان هذا المنتخب يتوج ميداليه الذهبيه وهذا اللاعب يماركي 12 ولا 13 في هذه الالعاب الاولمبيه اللي يلعبوا ضد الارجنتين. قلت لك بان هذا يكون هداف وهذا سميتو وهذا المنتخب يمشي للميداليه الذهبيه. دابا هذا الشيء كله واش خصنا؟ هو المسؤوليه. اخلاقيات كما قال السي هشام خبره تا اكاديمي تولي في الرياضات كاملين خصنا نديرو نحطو خص الخبره خصنا خبراء اللي يخدموا لنا هادشي. منين نجي نحطو مشروع ما نحطوش على اللي كاين ها زيد اسيدي باك صاحبي راه باك صاحبي اللي خدامه دابا في المغرب. سي هشام رمرم واش ما حانش الوقت باش يتنشا واحد المجلس اعلى للرياضه كيف ما كاين مجالس اعلى في مجموعه من التخصصات مجلس اعلى للحسابات كاين غيرها من الامور واش ما كاينش وما جاش الوقت باش نديروا مجلس اعلى خاص بالرياضه اللي يوضع لنا مشروع رياضي ويوضع لنا ويحاسب الناس ديال المسؤولين على الرياضه في البلاد؟ هي ماشي مشكل مؤسسات هو مشكل واش هاد المؤسسات غتشتغل بشكل صحيح لان نقدر ندير تسميات كبار وداك الشيء ولكن واش غتشتغل؟ دابا غير الجامعات اللي هي منتدى دابا باش تسير قطاع رياضي معين واش كدير خدمتها كما خصها ديرها؟ لانه هما اللي عندهم ارتباط بالرياضي ديال المستوى العالي باش يمكن يديروا. كاينه شي جامعه الان في الاهداف ديالها كتقول لك توسيع قاعده الممارسه ما كايناش. انا كنظن بهذا الشيء اللي عندنا شتي بهذا الشيء اللي عندنا واللي حنا يمكن ما راضينش عليه ممكن نخلقوا شي حاجه احسن منه. انا بالنسبه ليا كاين اشياء ممكن دار بحسن من بهذا الشيء اللي كاين دابا وبامكانيات اللي هي يمكن بسيطه ولا اللي كاينه متوفره الان علاش يمكن ندوزو نطوروا لهذ الاشياء. اما هاد الاسماء الكبار بعض المرات كيكون غير في صالح بعض الناس لانه كيخلقوا بهم مناصب وكيخلقوا بهم اشياء لانه كاين الناس دابا اللي اختصاصيين انهم في الميزانيات فين ما كانت شي اخفاق كيقول لك لا راه مشكل في الفلوس. لا راه مشكل الفلوس ايه ضروريه ولكن ماشي هي الحل الوحيد. في غياب رجال اكفاء في غياب رجال اللي ناضجين في غياب رجال اللي كيبغيو الوطن في غياب ناس اللي يمكن انهم كيضحيوا بين قوسين باش يمكن انه توصل. اما الاسماء الكبيره بحال هذه ماشي ضروريه. سي مصطفى
لا كنشاطروا الراي. عندنا ازمه رجال، ازمه خبراء، عندنا ازمه اخلاق، عندنا ازمه ديال سميتو ديال ازمه ديال الاستحياء. ما بقاش الناس كيستحياو، واحد كتلقى دافع الجبهه هما ما عندوش امكانيات وما عندوش قدره وما عنده حتى التفكير وما عنده لا نظره ما عنده حتى شي حاجه، وكتلقاه هو الاول في المشروع، هو الاول في الواجهه. ماشي واحد، بزاف ديال الناس كما قال راه ماشي قضيه فلوس. هذا بدا هو راه هذا هو باش كيخطيو على ملي كيوقعوا المشاكل كيخطيو. خصنا الفلوس، خصنا الفلوس، خصنا الفلوس. دابا الفلوس موجوده، راه 8 مليار اللي تخسرات باش نوجدوا هاد الابطال. راه كاينين، راه كاينين دول اللي كي باش كي راه سميتو داك البيب ديالهم سميتي قل من الفلوس اللي كتخسر عندنا في الرياضه مثلا. حنا دابا مثلا غير في كره القدم شحال الميزانيه ديال كره القدم شحال؟ ولكن هزينا ولاد الهجره، ولاد الجاليه هما اللي هزينا. فينا فين هو التكوين؟ فينا هو فين فينا هي البطوله اللي هي قويه؟ فينا هي البطوله اللي بدون مشاكل؟ كما قال السي هشام، شكون بغى يحط فلوس ويستثمر في المغرب؟ خصوصا كاين دابا السطو ديال الرؤساء كيقول لك اودي انا رئيس انا غنشد النسبه الاكبر ديال الشركه الرياضيه. لا ماشي دابا هاد في المغرب قلت لك شحال من مره كاين واحد القضيه، ديما كنحطوا شي انسان في المسؤوليه اشنو هو الاحساس ديالو؟ راه هو اللي كاين، راه هو اللي كيفهم تمايا، راه هو شوف راه الا مشى هو راه هذيك البلاصه غادي تغرق. هذا هو المشكل ديالنا، المشكل ديالنا كما قلت لك الناس اللي عندهم امكانيات عندهم قدرات كيتهمشوا. علاش؟ لان الناس اللي في يدهم اللي كياخذوا المسؤوليه ولا اللي قراب الناس اللي عندهم مسؤوليه كيقول لك الا جا غادي دير لي بلاصتي، الا جا غادي نمشي انا اش غادي ندير؟ غادي نمشي في حالي. لا خصنا خص كما كيقولوا خص الخبره، الخبره باش كتجي؟ كتجيب تكوين، كتجيب تجارب، كتجيب سميتو احتكاك مع ناس في دول يمشي وبعثات، يمشي انسان يكون راسو، عطله فين يقرا، عطله ما يدار. طيب سي هشام باش نرجعوا لينا حتى حنا كاعلاميين بحال هاد النتائج ما خصكم لا صوتوا الاعلاميين اللي كنت تلقوني عليكم كنت مسؤول حتى حنا غيدخلنا نقول لكم غتوريوني كبيركم الذي علمكم السحر. انتم خصني نطيح لكم، خلينا نطرحوا السؤال بعد عاد نرجع لك قول لكم شوفوا كنقول لكم تهضروا في وجهكم وتصحتوا صحافيين وعزازين عليا بجوج ماشي بوجهنا راه قال المغرب كامل كامل. طيب كبيركم قلب عليا ما لقيتش كيفاش يمكن اننا كاعلاميين كصحفيين نتعاملوا مع هاد النتائج ديال التظاهرات الكبرى؟ نتعاملوا معهم بهذا النقاش ونكونوا موضوعيين. صحيح انه الرياضه بشكل عام هي مرتبطه بالعاطفه لانه فيها انتماء، فيها ذاك الاحباط، فيها كذا، لانك كتهز العلم ديال البلاد، كتهز الالوان، كتولي انك كتبغي تلصق كتفتخر بالاهتمام ديالك. شوف دابا واحد الملاحظه اللي كاينه، انا متاكد بانه ما يقدمه الجمهور المغربي الان في فرنسا خاصه في كره القدم هو يزعج فرنسا. علاش؟ لانه نسبه كبيره منهم عندهم جنسيه فرنسيه. نعم. وتصور انهم اللي كتجي الكره والعالم الوطني كيعلن عن الانتماء ديالو للبلد ديالو، ها هو منتمي محسوب فرنسي. ولكن في الكره وفي الرياضه غيلعب المغرب مع فرنسا غتقال المغرب غتقال المغربي المغربي اللي عنده جنسيه فرنسيه غيشجع المغرب غيلبس الوان ديال المغرب، وهذا راه مزعج الى حد ما لفرنسا لانه كيفاش هذا. وهاد القضيه رجعتي لواحد الحوار ديال الحسن الثاني الله يرحمه، كان قال لهم راه ما عمرهم غيندمجوا المغاربه، قالها بواحد الطريقه اندماج هو ماشي هو غيندمج في سوق الشغل غيندمج اداريا ولكن غتبقى عنده ديك التمغربي ديالو ولكن في الانتماء ما غيندمج. شوف دابا هاد الكوره هذه هذا راه اشاره عميقه جدا بانه التيران عامر باغلبيه المغاربه عندهم جنسيه فرنسيه ولكن انتمائهم وقلبهم مغربي. شوف الكره ورقلة قد الملح، شوف الرياضه، شوف دابا الرياضه هاد الدور اللي كتلعبوا وهذه من بين هذوك سميتو هذيك القوه الناعمه اللي كديرها، لانه هادشي دابا شفناه في قطر. انا ما بغيتش نعرف واش المغاربه واخيرا حتى بلاصه ما كاينينش فيها روسيا مشينا تخلعنا بقينا تيران عامر النشيد الوطني كلشي كيغني. شوف دابا هادشي اللي عطات الكوره مثلا
شوف اش ممكن البلاد كتستافد منه، هذاك الحب ديال البلاد، الانتماء، الحب لا مشروط. كتقدر انه مغربي كيكريتيكي شي قطاع من القطاعات المغربيه، ولكن شوف كيفاش كيعبر عن الانتماء ديالو. ويمكن وكاين ناس اللي مقطعين البيه من هنا وغادي وكيقلب. انا كنشوف الفيسبوك واحد كيقول لك اعطيني التيكي باغي نشريهم كذا. اذا هذه المساله هذه مهمه جدا. والكرة يمكن أنه الآن هذاك الحاجز، أنا كما قلت لك النفسي ديال كأس العالم وديال ألعاب أولمبية، ولكن كيفاش ممكن أننا خصنا نحافظوا عليه وخصنا نربطوا الرياضة ماشي فقط بالإنجازات، لأن ممكن ما نديوش كأس العالم، ممكن ما نديوش كأس إفريقيا، ولكن الرياضة تكون صحيحة سليمة. باش سليمة بهذا الشيء دابا ما بقاوش. دابا تصور أنه البارح الخبر ديال أنه العدد خيالي اللي البارح العصبه وافقت على الريزيلياسيون ديال الفسخ ديال العقود ديال اللاعب. تقريبا اغلبيه الفرق توصلوا بالقرار ديال الفسخ ديال العقود ديال اللاعب. مولودية وجده شوف فين واصله، 3 المليار ديال 9 المليار ديال الديون، فيها واحد العدد كبير ما بين ليتيج وما بين وادو وما بين كذا. هاد الامور هذه كلها يمكن انه خصنا ننتبهوا لها. والمشكله اللي غتكون هو انه دابا الجيل اللي خصو يتربى لا في الممارسه لا في التسيير، خصو يتربى على نموذج جديد بانه فيه ضوابط، فيه اهداف مسطره، فيه مجموعه من الاشياء. لانه الا بقينا غاديين في هذا الشيء هذا غنهضروا هاد الوقت وغنهضروا الجهد وغنهضروا بزاف د الحوايج. المغرب فيه طاقات كبيره والشباب نسبه غالبه ما خصوش يضيع. انا بالنسبه لي نعطيك مثال، هادشي اللي كيديروا مثلا لي زولترا في التيران، خصك باش ديروا خصك واحد الطاقه كبيره جدا، وهذيك الطاقه كتبان في التيران. ولكن للاسف هاد الشباب هذيك الطاقه كتمشي غير في ذاك التيران. كنا وجهنا لديك الطاقه لحوايج اخرى يمكن غنستافدوا منها اكثر، وهذا غير نموذج. اذا الان كاين اقبال على الرياضه، كاين اقبال على كره القدم خاصه، كاين هناك مشاريع جايه، ولكن خاص شويه الضبط، وخاص يمكن انه حتى النجاعه والسرعه في التنفيذ باش يمكن تكون. لانه الرياضه الان ولات غتساهم اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، وهذه كل اشياء ما خصناش يمكن انه نغفلوها. طيب انا تكلمت على الصحافه، الانتقاد ديالها كيفاش خاصو يكون؟ انا جيك الصحافه قلت لك نكونوا موضوعيين وما يمكنش نهضروا باللغه ديال الناس. ملي كنقول لغه ديال الناس ماشي ما نقولش الاسئله، لا نقول الاسئله والهتيم، ولكن النبره ما خصهاش تكون، لانه النبره ديال الجمهور غالب عليها العاطفه. حنا ممكن انني نتفق معك فكره، عندك الصح اخفاق، عندك الصح راه فاشل، ولكن خصني نقدمها بصوره اخرى ديال تكون شويه العقلانيه، ونقدم ارقام ونقدم اشياء ونبين الناس الواقع. انه راه الواقع ديال الرياضه كما قال سي صدقي راه ما يمكنش يعطيك شي حاجه اكثر من احسن من هذا الشيء، وكتعاود بنفس الطريقه. خصنا ننقلوا الاخبار اللي هي صحيحه، المعلومات، نشتغلوا على مقارنات، ونخليوا الخبراء يهضروا، لان حتى الخبراء ملي كيهضروا حنا كنتعلموا معاهم والناس كيتعلموا معاهم. وشوف الدوله بنفسها هي محتاجه اللي يدير شي نقد بناء ويكون موضوعي كتقبله، لانه بزاف الاشياء اللي تغيرت في الرياضه في المغرب راه تخذات من النقاشات اللي كاينه في الصحافيه كدار تقارير وشنو هو اللي خصو زيد ولا ما زيدش. ودورها بطبيعه الحال خصو يبقى دور اللي هو ديال انه تنقل الصوت اللي هو يمكن يكون ضد او مع، وتعطي الكلمه للجميع، وفي نفس الوقت انه تقدم الارقام مضبوطه وتوعي، لانه اهم شيء احنا تعلمناه في الاعلام هو دور الصحافه، هو يعني كيكون تثقيفي وكيكون كذلك اخباري وكيكون كذلك ترفيهي. فهاد الاشياء كلها كنديروا، لان احنا ملي كنمشيو ننقلوا المباراه والاجواء ديالها راه كننقلوا الترفيه. وكنديروا الاخبار، وفي نفس الوقت كنثقفوا الناس بالمعلومات وبالاشياء اللي كاينه. ودابا راك شفتي واحد التدفق ديال المعلومه ولا هائل جدا، حنا بنفسنا ما بقيناش قادرين انه نتبعوه كامل. بعض الاحيان كتلقى واحد ماشي صحفي وعنده معلومات اكثر منك، لانه هوايته انه يتبع، وانت بحكم العمل والضغط كتفلت لك شي اشياء. اكيد سي مصطفى صدقي، القضيه ديال الاعلام والتعامل ديالو والتطوير ديالو كذلك للقطاع خصوصا الرياضي، لانه الصحافه الرياضيه ربما اكثر حضورا مقارنه مع باقي الاختصاصات. صحيح اكثر حضورا كثرتو العدد كثر، ما كنتش صحفي عتي صدق اليوم كاين الرياضه. الا بغينا الرياضه صحيحه وبغينا ابطال وبغينا داك الشيء يكون مزيان، لا الصحافه لها دور. انا كنقول الصحافه هي اللي كدير التوازن في اي مجال،
وبالاخص الرياضي. الصحافه هي اللي كدير التوازن، هي ملي كيكون سوء التسيير الصحافه هي اللي كتوريك فين كاين سوء التسيير. ملي كتكون شي حاجه اللي نيت فهمتي خصنا نقويوها، الصحافه اللي كتبين لك. الصحافه دي هي ملي كتوصل المعلومه كتوصلها بعقلانيه بمنطق، خص تكون حياديه عاوتاني، حياديه وما يكونش هادشي ديال خدمه الاجندات. وانت شخص كيخسر في واحد البلاصه وكتجي انت كتبدا تطبل ليه وكتبدا انت عايش الراي العام مثلا ولا الجماهير ديالو باش ما تضغطش عليه باش ما سميتو تدرك عليه. هذا هو اللي ما كنبغيش انا، هذا هو اللي كنهضر عليهم انا. كاينين صحافيين اللي هما نزهاء، صحافيين بدا بكم نتوما، صحافيين اللي كنتوما فاس عزينا. لا انا كنقول لك انا كون كنتو فيكم سميتو ما غاديش ما نقلش. نعم انا كتعرفني بان كنقدرك وكنقدر السي هشام بزاف. الله يفيك. كلمه حق. وكاينين وحدين اخرين اللي تما ما حاضرينش معنا ونزهاء ومعقول وسميتو. هادو هما اللي بغينا، هادو بغينا حتى الصحافيين الشباب نتوما تكونوا قدوه ديالهم. علاش باش نمشيو في ذاك الاتجاه؟ لان كنقول كيديروا الصحافه كدير التوازن. شفتينا خويا حتى حنا راه باقيين شباب السي هشام. لا راه نتوما تكونوا قدوه، يكونوا قدوه ديالك الاخرين. كما قلت لك الميزان الصحافه هي اللي كتقادو. الصحافه هي اللي تقدر تبحث في شي حاجه، تخرج خبايا، تخرج فهمتي، تفضح بعض الامور اللي هي خيبه كتضر الرياضه وكتاثر عليها بزاف. اذا اش خص هذه ديال اللي ناضي يكتب اللي ناضي؟ لا، خص هادشي يكون عنده تقنين ويكون عنده تأطير. انا كنطلب تقنين وتأطير لهاد المسائل هادي. اللي بغى يكون صحفي خصو يدوز من شي بلايص، خص يكون عنده واحد المسار بعدا تكوين اكاديمي، يكون خارج من المعهد ماشي من والا. و راه كاينين شي حوايج ماشي ديال الراديو، شي هضره وشي قصص معديه ماشي راه حشومه. كما كيقولوا تحشم 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 انت تقولها. لان علاش؟ لان كاين تطفل على الميدان، وحتى الناس اللي عندهم مسؤوليه بزاف كيتصاحبوا مع صحفيين كيتهلاو فيهم وداك الشيء باش كيخدم لي المصالح ديالو. وهذه مسائل كلها اللي هي كتضر. وحتى كما كنقولوا السيكتور ديال الصحافه مشات لي الكلمه، حتى هو فيه عدم المسؤوليه. نعم. اكبر عدد حتى هو داخل في ذاك الرساله الملكيه، داخل فيه. نعم. فيه السرزق وفيه الطفيلين. اذا ما يخدمش اذا ما صلحتيش ميدان الصحافه، ما عمرك غادي تحلم باش تكون عندك سميتو طيب. منظومه رياضيه اللي هي قويه. سي هشام باش نختموا، واش سؤال ديال المستمعين، هذوك الرؤساء ديال الجامعات اللي كاينين حاليا واللي اكثر من كاين اللي شاد اكثر من اربعه الولايات، كاين اللي عنده اكثر من خمسه الولايات ثلاث ولايات، واش ما حانش الوقت انهم ينسحبوا ويعلنوا على الفشل ديالهم؟ لا 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 خاصهم تيمتعوا، هذو اربعه الولايات خمسه الولايات خاصك تيمتعوا خاصك تدخل المتعه. شوف حتى واحد ما غيقدر ينسحب الا ما كانش، لانه القانون الا ما كانش شجاعه. القانون كاين جمعه عامه كاين كذا، وما كاينش شي رئيس غيقول لك انا كنتحمل المسؤوليه. ما يقدرش. هو جامعه كاين بزاف الناس اللي اذا ما نتسنى والو من اللي عجبهم. انا كنظن خاص الدوله تفرض اشياء اللي ممكن انه دابا الجامعات عندهم واحد القضيه اللي كيستغلوها هو ارتباطهم بالاتحادات الدوليه، عدم كيستغلوها بشكل سلبي جدا. وهذه القضيه هذه كتلوي الذراع ديال الدوله بعض المرات باش انه تدخل وكيستغلوها. اذا هذاك الشيء قلت لك انا خصنا نخلقوا ناس اللي بلا ما نضغطوا عليهم، بلا ما نراقبوهم، بلا ما نعاقبوهم، من ذاتهم يكون عندهم مسؤوليه، تكون عندهم احساس بالمسؤوليه واخلاقيا عارفين شنو هو الدور ديالهم. اما بهذه الطريقه هذه فانت كتجلب انتهازيين وكتجلب، انا ما كنعممش وما كنقولش، ولكن هاد الحالات كاينين. ما كاينش شي رئيس جامعه غيقول لك انا كنتحمل المسؤوليه، غيقول لك راه مدير تقني ديالي ولا مدرب، وهذا الشيء راه بدا مع جامعه الملاكمه. المهم ما بغيتش نسمي هما اللي داروا القرار الاول ديالهم اعفاء الاداره التقنيه كلها. وهذا الشيء خصنا ناس اللي مكونين وكيتحاسبوا في نفس الوقت الجانب الشخصي، لانه القضيه ماشي بالضروره اللي مكون مزيان غيعطي، خصو يكون مكون، ولكن الجانب ديال الشخصيه ديالو خصنا نراعيو فيه مجموعه من المسائل. خصها
تكون والاختيارات ديال الناس. دابا شوف انا رجعت لك غير القضيه ديال انه المنحه الملكيه اللي تعطات من بعد بكين انا ما بعد بكين 33 مليار رقم ضخم شويه بالنسبه للرياضه ديال المغرب ومثلها الكره لانه ضخم. اش داروا؟ بغاو يديروا ما يديروا، ناضوا جامعات، مسؤولين الجامعات شافوا بان المدير التقني ما غاتجيش من ديك المنحه واحد التعويض، ولكن المدرب ديال البطل مثلا فريضات فرديه غتجي 30000 درهم في الشهر. مدير تقني استقل من تنازل على المدير التقني قال لهم انا وليت مدرب. هذا مثال، هذا مثال صريح ويمكن انه تعمم على حوايج اخرى للاسف. كلمه اخيره السي مصطفى صدقي. لا هي عقليه ماديه، عقليه رياضيه، عقليه ماديه، الا شي حاجه اللي هي قليله قليله بزاف شبه منعدمه. انا كنقول هذه مع خاص النهضه، النهضه الثوره من الجذور، لان ملي كيكون عندك مشكل ديال العقليه كيكون مشكل اللي هو كبير كبير بزاف. حيت دابا حتى انا كان شي واحد خاصك تعرف واحد القضيه كتوقع في المغرب، ملي كيكون شي واحد نازي وشي واحد عنده القدرات عنده لي كومبيتون ياك وكيجي راه كيجي لواحد البلاصه كيلقى دوك الناس عندهم ديك الثقافه هذه اللي كنهضروا عليها، سمعتي كيهمشوه ولا كيبداو يحفروا ليه السابوتاج. راه شوف راه باش تقاد هذا الشيء راه صعيب وصعيب صعيب بزاف. اذا خص العقليه تبدل، تكوين جيل، ماشي كنقول هذا الجيل ما صالحش، هذا الجيل ما دار والو. اذا خص تكوين جيل لا في التسيير لا في الخبره لا في الممارسه. واحد القضيه قالها قال لك ماشي غير الخبره، قال لك خصنا مثلا الشخصيه جاوب هي راه في الحقيقه ملي كتبغي الانسان غتبغيه في جميع لي ديمونسيون ديالو كشخص باش يكون كما كنقولوا تري كومبيتون. ملي تحطو في شي بلاصه ماشي راه كيعادي بديك الشخصيه ديالو، كيعادي الناس اللي معاه بداك المعقول وبداك النزاهه وبداك الخدمه وبداك الحرفيه، كيكون مستوى المستوى ديال ديك البلاصه كاع اللي هو في هذاك السيكتور كيكون سميتو كيكون المستوى اللي هو طالع والنتائج كتبان كتبان من بعد. اللي خصنا هكا، خصنا ثوره جذريه اللي خصها تبدا من جديد. هذيك القضيه ديال نجي نحط برنامج ما بقاتش كتاكل طيب. وانت كتجي تحط سميتو برنامج على بلاصه باقي ما نقيتيهاش مثلا، اذا برنامج ما غاديش يخدم ما غاديش يوقف على رجليه. سي مصطفى صدقي كنشكرك على الحضور. العفو، نقاش كان جميل جدا اليوم. والمستمعات والمستمعين ديالك شكرا لك سي مصطفى، شكرا لك سي هشام رمرم. زينوا سي هشام رمرم هو اللي زين وسي سي سي زين باش عجبني كريتيكا كلشي تحنا مزيان نفقوا لا باش تقولوا على الاقل ماشي غير المحاضرين حتى اللي حافظ النزاهه تكون حتى في انتقادنا الصراحه. هو كنظن ربما حنا اللي كنتكلموا على الانتقاد خاصنا ننتقدوا براسنا حنا الاولين ونعطيوا الكلمه للناس يمكن يديروا ملاحظات بطبيعه الحال. شكرا سيف ديال بلغيتي اللي كان معنا في اخراج هذا الحصه. غدا يجدد اللقاء من 2-4 غادي يكون معنا في البدايه المدير التقني ديال اللجنه الوطنيه الاولمبيه السي حسن فكاك باش نناقشوا معاه حتى هو الحصيله ديال هذه الالعاب الاولمبيه. شكرا لكم على المتابعه، بعد قليل غادي نرجع نلقاكم في موجز لاهم الانباء موجز الرابعه. الى اللقاء.